بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله فيديوهات داريد آلت ناب. ده الفيديو رقم 19. كنا بنتكلم في الفيديو اللي فات عن الاتي. كنا بقالنا حوالي فيديو 2 3 حوالي 3 فيديوهات بنتكلم عن تامين الشبكه عندنا، وابتدينا اول خطوه بتامين الشبكه تامين الاكتيف دايركتوري، تمام. وبعد كده عملنا لها فيديو، وبعد كده ابتدينا في تأمين الويندوز 10، ودي بقى لنا فيديوهين شغالين فيها. طيب احنا بنأمن على اي اساس؟ فكرة التأمين منين جبنا الخطوات ان احنا نأمن؟ شغالين على ايه يعني، او شغالين بناء على ايه؟ بناء على توصيتين او توصية من منظمتين، منظمة اسمها وزارة الدفاع الامريكية، والتانية اسمها وزارة الدفاع نظم المعلومات، او وزارة نظم المعلومات الدفاعية الامريكية. دول منظمتين غير ربحيتين عملوا شويه توصيات. التوصيات دي مكتوبه في PDF او مكتوبه في وثيقه نقدر ان احنا نشتغل نامن بيها الحاجه بتاعتنا، تمام. ابتدينا بالاكتيف دايركتوري وخلصناها، وابتدينا بالويندوز 10 وبقالنا فيديوهين. هنبتدي نكمل بقى اللي وقفنا فيه. هنعمل بقى فيديو رقم 3 في تامين الويندوز 10. طيب نشوف وقفنا فين اخر مره في قصه تامين الويندوز 10. نقف هنا في الجزئيه دي. وقفنا عند حته او عند التوصيه رقم دي اللي هي 22733، حته حاجه اسمها orphan security identifier must be removed from user rights on windows 10. ايه السكيورتي ايدنتيفاير وايه الاورفن سكيورتي ايدنتيفاير؟ طيب لو نشوف الوصف بتاع السكيورتي ايدنتيفاير هنا بيقول ايه. بيقول ان كل يوزر او جروب او كمبيوتر في الاكتيف دايركتوري ليها رقم. طبعا احنا عارفين ان كل يوزر او جروب او كمبيوتر في الاكتيف دايركتوري له اسم. انت ممكن تعمل يوزر اسمه كريم، ممكن تعمل جروب اسمها اكاونتنج، ممكن تعمل كمبيوتر اسمه اكس، تمام. كل واحد من دول بيتعرف الاكتيف دايركتوري باسمه، بس الاكتيف دايركتوري ما بتتعاملش بالاسامي، بتتعامل برقم مميز لان الاسامي ممكن تتكرر. فالاكتيف دايركتوري معلم كل يوزر او جروب او كمبيوتر في الاكتيف دايركتوري برقم مميز. الرقم ده ممكن يكون حاجه طويله جدا. طيب مين اللي بيرقم؟ مين؟ هل الاكتيف دايركتوري هي اللي بترقم الكمبيوترات واليوزرات والكمبيوترات؟ لا، الدومين كنترولر السيرفر. الدومين كنترولر هو اللي بيعلم كل حاجه في الاكتيف دايركتوري برقم مميز عشان يقدر ان هو يتعرف عليها. طب هل الكلام ده بيتعمل في الدومين كنترولر بس؟ لا، في اي جهاز عادي. لو انت عندك في ورك جروب في كمبيوتر، الكمبيوتر بيعلم اليوزرز اللوكال والجروبس اللوكال عليه ببرضه بسكيورتي ايدنتيفاير او برقم مميز عشان يقدر يعرفهم، لان الاسامي بتتكرر. فبالتالي ممكن الاسامي تتكرر على الكمبيوتر وممكن الاسامي تتكرر على الدومين، خلاص كده. فبالتالي عشان ده يعرف اذا كان ده حاجه متكرره او لا بيعرفه عن طريق رقم. طيب ايه الاورفند سكيورتي ايدنتيفاير؟ دلوقتي نفرض ان انت عملت جروب في الاكتيف دايركتوري وسميتها اكاونتنج، خلاص، وبعدين عايز تديها دخول على فولدر معين على الفايل سيرفر. يعني انا مثلا عملت فولدر على الفايل سيرفر وسميته اكاونتنج، تمام، وعايز الجروب اللي في الاكتيف دايركتوري اسمه اكاونتنج يخش عليه، خلاص كده. طيب عملت الكلام ده وظبطته. طبعا احنا عارفين بنحط الرايتس ازاي، بنخش على الفولدر بنشيره وبنقول لو سمحت في البيرميشنز او في الصلاحيات لو سمحت انا عايز الجروب اللي اسمه اكاونت في الاكتيف دايركتوري يخش عليه. طيب جيت انا في فتره ودلت الجروب اللي اسمها اكاونتنج من الاكتيف دايركتوري، تمام كده. ايه اللي هيحصل لما اجي اروح على الفولدر واشوف الصلاحيات؟ هلاقي جروب الاكاونتنج ده اللي هو انا حطت عليه بيرميشنز على الفولدر بدل ما يبقى اسمه اكاونتنج يظهر على هيئه رقم. ماشي ازاي يعني؟ هوريكم. نيجي مثلا على سبيل المثال اهو، ده مثلا في السكيورتي. طبعا احنا عارفين لما بنحط الصلاحيات يا اما بنحطها في الشير او في السكيورتي. فهنا مثلا هفترض انه هنا كان الاكاونتنج، تمام، جروب الاكاونتنج حطيته انا هنا في السكيورتي، وبعدين دلت الجروب ده من الاكتيف دايركتوري. هيظهر ازاي بعد كده؟ هيظهر على انه الشكل اللي انتم شايفينه ده، اكاونت انون اس كذا 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 كذا، خلاص انا دلته، خلاص دلته من الاكتيف دايركتوري. بس ناقص خطوه كمان، الخطوه اللي لازم تعملها عشان ما نتواجهش بحاجه زي كده ان احنا اول ما ندلت جروب في الاكتيف دايركتوري، تمام، وانا عارف ان انا مديها صلاحيات على فولدرات او حاططها في جروب بوليسي، لازم اروح اشيلها، اروح اقول له ريموف. طيب ايه الخطوره في ان انا افضل سايب حاجه زي كده؟ الخطوره حسب الراجل ما بيقول، خليك معانا ثواني يا جماعه، حسب الراجل ما بيقول هنا، الراجل هنا بيقول انه ممكن هاكر، تمام، يخش يشوف الحته دي. يعني على سبيل المثال الهاكر هيخش يعرف الرقم ده، يبص الرقم ده، يروح يقدر يترجم الرقم ده لاسم ويرجع يكاريت الجروب دي في الاكتيف دايركتوري. يعني هفترض ان هو مثلا عمل لك اختراق دلوقتي، خلاص، او حتى ما عملش اختراق، الراجل دخل
بيبص على اليوزرات والجروبات عندك لقى الرقم الغريب ده، بطريقة ما يقدر ان هو ياخد الرقم ده ويحوله لاسم، تمام، ويرجعه تاني على اكتف دايركتوري، وبعد كده يستعمل الجروب دي بقى ان هو يعمل اللي هو عايزه. يعني على سبيل المثال انت مثلا عايز يعمل اختراق على حاجة الحسابات، خلاص انا دلوقتي كان عندي فولدر على فايل سيرفر كنت مسميه حسابات، وعامل جروب في الاكتف دايركتوري مسميه حسابات، ومخلي الجروب ده يخش على الفولدر ده، وبعدين شلت الجروب ده خالص من الاكتف دايركتوري. الراجل عايز يخش على حاجة الحسابات، فيروح عامل ايه؟ مكاري التاني جروب الحسابات في الاكتف دايركتوري، وكده كده انت طبعا ما شلتوش من البرميشنز اللي على الفولدر على الفايل سيرفر، يروح داخل بقى ويعمل اللي هو عايزه. فمن ضمن التوصيات ان احنا نعمل ايه؟ ندلت الاورفند، تمام، سكيورتي ايدنتيفاير. يعني ايه الاورفند سكيورتي ايدنتيفاير؟ يعني انت زي ما بنقول كل يوزر او جروب او كمبيوتر في الاكتف دايركتوري بيبقى لها رقم، لما بتدلت الجروب دي وانت في نفس الوقت مديها صلاحيات على فولدرات او حاططها في جروب بوليسز، بتبان في البرميشنز في الصلاحيات او بتبان في الجروب بوليسي لانها الرقم ده، فلازم تشيله. خلاص انت راجل دلوقتي عامل جروب بوليسي على جروب معينه في الاكتف دايركتوري، الجروب دي اتشالت، يبقى تشيل الجروب وتروح تشيل برده الجروب من الجروب بوليسي، تمام، تعمل لها ريموف. ونفس الشيء بالنسبه للصلاحيات، انما ما تسيبهاش كده ان دي ممكن حد يخترقها. طيب الفكره في ايه بقى؟ طيب دلوقتي احنا زي ما بنقول هنيجي دلوقتي ندلت الحاجات دي، كويس قوي، دي بسيطه جدا انا ممكن ابص عليها واعرفها. طيب هنا الراجل بيقول لك ايه؟ هل كل اليوزرات اللي بتدلت او الجروبات اللي بتدلت او الكمبيوترات اللي بتدلت من اكتف دايركتوري لما اجي ابص في الصلاحيات او في الجروب بوليسي هيبانوا لي كده؟ يعني معنى كده لو انا شفت ده معنى كده ان في فعلا حاجه متدلته؟ ممكن. وفي احتمال تاني الراجل هنا بيقول احتمال ان انت يكون الاتصال مع الدومين كنترولر واقع. يعني على سبيل المثال انت دلوقتي فاتح مكنه الباو، قلنا الباو دي مكنه بكونكت عليها على الاكتف دايركتوري عن بعد. نفترض ان السبب ما انا مثلا خلاص فتحت الباو وعملت كونكت على الاكتف دايركتوري، خليك معايا ثواني يا جماعه نكمل يا جماعه. فبنقول دلوقتي هل معنى ان انا الاقي الشكل ده مثلا، تمام، الاقيه مثلا في بيرميشن على فولدر او الاقيه في الاكتف دايركتوري عندي حاجه ظاهره بالشكل ده، هل معنى كده ان انا اروح ادلتها على طول او اشيلها؟ لا ما تشيلهاش. ليه؟ لان هو الراجل هنا بيقول احتمال يكون سبب ظهور حاجه زي كده الشكل اللي هو الرقم ده ان اتصال مع الدومين كنترولر مش مظبوط او مش موجود. على فرض مثلا ان انت حضرتك دلوقتي فاتح الباو او المكنه اللي هتكونكت بيها على الاكتف دايركتوري ريموتلي او عن بعد، وفتح الكونسول بتاع الاكتف دايركتوري وشغال عادي وتمام وزي الفل، فجاه الاتصال وقع، خلاص كده الاتصال وقع او حصل الاتصال ما بقاش مظبوط. ممكن ساعات في بعض الاحيان يظهر الشكل ده، خلاص كده يظهر لك الشكل ده. طب انا اعرف بقى منين اذا كان ده اليوزر موجود فعلا ولا اليوزر اتدلت؟ يعني يوزر موجود والاتصال ما بيني وبين الدومين كنترولر وقع، ولا يوزر اتدلت اساسا او اتشال؟ طيب دي نعرفها بان انا ببساطه اروح واخد الاس اي دي وادور فيها على جوجل. في بعض الاحيان حاجات في الدومين كنترولر او يوزرات في الدومين بيبقى ليها رقم مميز، ممكن في جوجل تعمل سيرش عليها وتدور، خلاص اذا جوجل رجعت لك نتيجه تقول لك ان ده يوزر مهم مثلا يوزر سيستم او يوزر حاجه ما دلتوش، اذا جوجل ما بعتت لكش حاجه يبقى تمام. وانا برضو من ناحيتي ابتدي اراجع نفسي، هل انا دلت حاجه قريب ولا ما دلتش، واروح اتاكد. هو بيقول مثلا في مشكله في الدومين كنترول، اتصال بالدومين كنترولر مش مظبوط، اروح انا رايح فيزيكلي او اروح انا بقى على الدومين كنترولر نفسه وكونكت عليه واشوف هل هيظهر لي نفس الحكايه دي ولا لا. فبالتالي الراجل بيقول لك ايه سعادتك؟ هنا بيقول لك الاس اي ديز الحاجات اللي من النوعيه دي المفروض انها تتشال من البيرميشنز اللي على الفولدرات وتتشال من الجروب بوليسز. يعني انت عامل جروب بوليسي لجروب والجروب دي انت دلتها، خلاص تخش جروب بوليسي تشيل الجروب دي من عليها، خلاص كده تشيل الجروب دي من عليها. طب نشوف الكلام ده ازاي. اولا الكلام ده تعمل لوكال على المكنه، على جروب بوليسي بتاعه المكنه لوكال، وتتعمل كمان على جروب بوليسي بتاعه الدومين. طيب هنعمل هنشوف الحكايه دي ازاي. هنخش يوزر، الراجل بيقول لك اهو تخش على اللوكال بوليسي وتخش على حاجه اسمها يوزر رايت اساينمنت، ونشوف كل اليوزرز اللي موجوده على الجروب بولسي هل فيهم حاجه طالعه بالشكل ده، ونبص ده ايه بقى، هل ده حاجه متدلته ولا حاجه مش متدلته. ده بالاضافه انه في انا لاحظت حاجه هنا معينه وانا بدور، ان في واحد كاتب يا جماعه، طب انا دلوقتي واحد حاطط سؤال في السوشيال تكنت بتاع مايكروسوفت، ده طبعا فيه كميه معلومات رهيبه. الراجل هنا كاتب بيقول ايه؟ بيقول يا جماعه انا عايز دلوقتي ادلت كل الاورفند اس اي ديز من الاكتف دايركتوري،
خلاص عايز ادلتهم. ادلتهم ازاي؟ هو بيقول لك انا عايز ادلتهم مره واحده، مش لازم بقى اقعد ادور في فولدر. يعني دلوقتي عشان اشوف الاورفند اس اي ديز دي لازم بقى اروح على كل فولدر متشاير وابص جواه واروح في الاكتف دايركتوري برضو اراجع عليه، اراجع بقى كل اليوزرات وجروبات تاني عشان اعرف مين اللي اتدلت ومين اللي ما اتدلتش، او مين اللي اتشال ومين اللي ما اتشالش. الراجل ببساطه بيقول لك هنا اهو ان مايكروسوفت بتعرض برنامج صغير اسمه سب ان اي سي ال. الراجل ده بيعمل ديتكت ليه او بيرن وبيطلع لك لسته بالاورفند اس اي ديز اللي لقاها، وبيديك الاوبشن ان انت تدلتها. خلاص كده. طبعا انا افضل يكون الموضوع ده بحرص شديد جدا، تراجع الاس اي ديز دي كلها، لان ساعات الدومين بيبقى جواه يوزرات او جروبات ما بتظهرش باسمها، بتظهر برقم. خلاص كده. فلازم برضو اتاكد الحاجات دي ايه قبل ما دلتها. وهنا الراجل كاتب لك داونلود اهو المكان. لو جينا كده رجعنا بص، طبعا هنا ايرور نوت فاوند، بس ايا كان ممكن ان انت تدور على حاجه مشابهه. الراجل كاتب هنا براوز ايفنتس، الراجل مش لاقي الكلام ده اهو، بيقول لك نو نولجر افيلبل اني واي. فممكن نبقى ندور على الحكايه دي. خلاص. بس يبقى اول توصيه بالنسبه لنا احنا دلوقتي، خلاص كده هنقفل ده. الراجل بيقول لك هنا اول توصيه بالنسبه له ان انت لازم تشوف الاورفند اس اي ديز دي، تدور عليهم في الاكتف دايركتوري. فين في الاكتف دايركتوري؟ يعني هدور عليهم ازاي؟ هتدور عليهم في الجروب بوليسيز. ما انت ما بتدورش في الاكتف دايركتوري. الاكتف دايركتوري كل حاجه ظاهره باسماء، نادرا ما بيظهر حاجه برقم. خلاص. انا بدور فين؟ هروح افتش في الجروب بوليسيز عن اي يوزر او جروب ظهر عندي برقم. خلاص. وهروح ادور في البيرميشنز على الفولدرات على اي برضو يوزر او جروب ظهر برضو برقم. خلاص كده. واشوف وراجع نفسي، ابتدي اقول طب يا ترى هل انا دلت جروب ونسيت ادلتها من البيرميشنز، او انا دلت جروب ونسيت ادلتها من الجروب بوليسي؟ الكلام ده نشوف. هو الراجل هيديك طريقه دلوقتي، يقول لك بص بقى انت تعمل ايه، تروح داخل على الجروب بوليسي وتخش على حاجه اسمها يوزر رايت اساينمنتس وبص. دي اول خطوه. تاني خطوه بالنسبه لي ان انت تراجع كل الفولدرات المتشيره عندك وتراجع الصلاحيات بتاعتها وتشوف اليوزرات ظاهره ازاي، عشان توفر على نفسك الكلام ده كله. لما تيجي تدلت جروب او يوزر او كمبيوتر من الاكتف دايركتوري، اتاكد ان اليوزر او الجروب او الكمبيوتر دي مش مربوطه بجروب بوليسي، او مش مربوطه انت حاططها على او حاطط لها صلاحيات على فولدر متشاير على الفايل سيرفر او ايا كان. لو دلتها تروح تدلتها من البيرميشنز على الفايل سيرفر وتدلتها من الجروب بوليسي. طيب نشوف بقى القصه دي هتتم ازاي. الراجل هيجي دلوقتي قول لي افتح وراجع معايا. طبعا دي يا جماعه خطيره جدا، زي ما بنقول ان ممكن الجروب اللي انت بتدلته ده وفضلت سايبه على جروب بوليسي او سايبه على الفايل سيرفر بيرميشنز او على الفولدر اللي على الفايل سيرفر اللي انت حاطط عليه بيرميشنز، يعني ممكن الراجل الهاكر يروح عامل واحده ياخد الرقم ده يترجمه لاسمه ويرجع تاني اكسس الفولدر. خلاص كده. اهو بيقول لك اهو. فالراجل كاتب بيقول لك ببساطه شديده جدا لازم تبص على الحاجات دي وتراجعها. طبعا منتهى العقل في الحكايه دي، اغلبنا ودي حصلت معايا، اغلبنا بيروح مثلا مدلت يوزر او بتاع يقول لك خلاص يا عم انا مثلا دلت يوزر خلاص انتهى الموضوع. عشان كده يا جماعه برضو يفضل ايه، ان انا لما مدي صلاحيات ما اديش صلاحيات ليوزر، دايما ادي صلاحيات بالجروب، عشان الجروب هي اللي بتفضل، الجروب دايما بتفضل موجوده اطول وقت ممكن، انما اليوزر هو اللي بيمشي. فما تجيش تروح رايح عامل ايه، تروح مدي صلاحيات لواحد على فولدر مثلا والراجل ده مشي خلاص، مشي خلاص اليوزر دلت وانت نسيت طبعا، واليوزرات بتروح وتيجي فما فيش مشكله. دايما اشتغل بمستوى الجروب، مش يعني استوى لما تيجي تدي صلاحيات ادي صلاحيات لجروب كامله مش ليوزر. ليه بقى كمان؟ عشان لما تحصل مشكله تمام ما اقدر امسكها، لانها هتحصل لكل الناس. يعني مثلا عامل جروب معانا فيها 10، لما مشكله تحصل لواحد فيهم جوه الجروب هتتكرر للتسعه الباقيين، فانا كده اعرف المشكله فين. انما لو واحد بس انا، طب ما انا مش عارف المشكله دي فين، هقعد بقى الف حوالين نفسي. المهم خلينا نشوف حاجه زي كده تتعمل ازاي. هنروح نفتح اللوكال جروب بوليسي مش الدومين جروب بوليسي. خلاص. طبعا يفضل الدومين جروب بوليسي تعمل فيها نفس الكلام برضو، بس زي ما بيقول خدوا بالكم كويس قوي من حته الاس اي ديز دي، يعني ما تدلتش على طول او ما تشيلش على طول، استنى الاول واعرف ده بتاع ايه. خلاص كده. وزي ما بنقول في حاجات بتبقى الدومين عاملها على هيئه رقم مش هيئه اسم، فبالتالي ما اروحش انا اشيله وخلاص، مجاز يكون ده له صلاحيات مهمه على حاجه مهمه، فانا ما اروحش ده مدلت، انا لازم اراجع واشوف ايه سبب ظهور حاجه زي كده. هل الاتصال مع الدومين كنترولر مش صح؟ هل اليوزر ده انا فعلا كان موجود وانا دلته ونسيت اشيل صلاحيات حاجه، او نسيت اشيل من جروب بوليسي؟ او هنفتح دلوقتي عملنا ايه يا جماعه؟ هنا عملنا رايت كليك ورن وكتبنا حاجه اسمها جي بي اديت دوت ام اس سي ودوست انتر، ده جابني على اللوكال كمبيوتر بوليسي. خلاص. نخش بقى نراجع الحته بتاعه اليوزر رايت اساينمنتس.
نبص هنا بصه بقى، الراجل بيقول لك شوف لي اذا كان في اي حاجه او اي يوزر مكتوب بالطريقه دي. خلاص طيب نبص بص كده مع بعض ونشوف الموضوع فين. احنا دلوقتي دخلنا اهو، تعال نشوف دلوقتي مثلا لو بصينا هنا وفتحنا او وسعنا شويه الموضوع اهو، ادي اليوزر رايتس، ادي مثلا على سبيل المثال لو فتحنا العمليه شويه، عايز بس نفتح شويه الجزئيه، طبعا دي كل دي يوزرات شايفين. مثلا على سبيل المثال لاحظنا هنا في ايه، في الحته اللي اسمها لوجن السيرفيس في يوزر رقم معين، لاحظوا ان الباقي كله مثلا دي جروب اسمها ادمنستريتورز، دي يوزر اسمه لوكال سيرفيس، ده يوزر اسمه جيست، يوزر اسمه لوكال سيرفيس، ده الوحيد اللي شكله غريب حبتين. ولوجن السيرفيس احنا طبعا عارفين، انا حكيت حكايه ايه لوجن السيرفيس دي، ان انت بتعمل يوزر في الاكتف دايركتوري كل وظيفته في الحياه ان هو يقوم خدمات في الويندوز او يقوم برامج، ده حته لوجن السيرفيس. فنلاحظ ان الرقم ده غريب، مش محطوط اس، محطوط رقم، ما اروحش اشيله، اعرف الاول اسيرش في جوجل واعرف ده بتاع ايه، جايز يكون حاجه مهمه، وجايز يكون الدومين مش حاطه بالاسم، حاطه بالرقم. حالات استثنائيه، انا برضو يا جماعه بصراحه الجزئيه دي انا ببقى حريص فيها قوي، لانه انا ما اعرفش اليوزر ده بيعمل ايه، فلازم الاول اشوف هو اساسا اسمه ايه، ممكن يكون مثلا لما اجي اجيب اسمه اكتشف مثلا ان هو مثلا دومين كنترولر، يوزر مهم جدا ما اقدرش اشيله، خلاص كده، والسبب ما هو طالع لي كده. انما افرض مثلا عملت تشيك واكتشفت ان اليوزر ده كان حد كان عندي وانا دلته، خلاص اشيله عادي جدا. طيب خلينا نكمل ونشوف الراجل اهو بيقول لك، والفكره ليه الخطوره ان احنا نسيب حاجه زي كده، ان زي ما بيقول الهاكر ممكن يخش ياخد الرقم ده ويحوله الاسم ويكريت الجروب دي على الاكتف دايركتوري ويستغل بقى الامور، خلاص كده. طبيعي جدا يا جماعه اي يوزر بيمشي لازم اشيله من الاكتف دايركتوري، تمام، واشيله من اي حاجه ليها علاقه بجروب بوليسي او صلاحيات. اهو انا مثلا شايف ادي رقم ده، على فكره بالمناسبه الرقم ده يا جماعه نلاحظ انه تحتيه حاجه اسمها نت سيرفيس، دي يوزر في السيستم، ده غالبا يوزر على السيستم، مهم، يوزر مهم على السيستم، بس لسبب ما مش معمول له اسم، في حاجه غلط. ندور ونشوف، هنعمل بجوجل وندور على اليوزر ده ونشوف مكانه فين، تمام كده، وغالبا هتلاقيه حاجه مهمه برضه. المهم خلينا نكمل، ده اول توصيه من التوصيات، الاورفند اس اي دي، تمام، او اورفند سكيورتي ايدنتيفاير. طيب نيجي نكمل ونشوف، فخدوا بالكم في حته ان الواحد ما يدلتش اي يوزر، وخلاص اهو نلاحظ ان كل اليوزرات موجوده ما عدا ده، هو ده الوحيد اللي برقم، خلاص كده. فبالتالي انا لازم اخد بالي اشوف ايه الموضوع وراجع مع نفسي، وزي ما بنقول دلت يوزر اشيله بقى من كل حاجه خاصه بيه، او دلت جروب اشيل كل حاجه خاصه بالجروب ده، خلاص. نيجي للي بعديها، الحته خاصه بخاصه ايه، بالبلوتوث. طيب البلوتوث ليها حلين، انت عندك لابتوبات، طبعا البلوتوث بيبقى على اللابتوبات، فقدامك حل من اتنين، يا اما تطفيه خالص البلوتوث خلاص، يا اما تخلي اليوزر يستعمله وقت محدد وبعد ما يخلص يقفله، يقفل الزرار بتاع البلوتوث، هو يا ده يا ده اللي يريحك. هنمشي على ان انت عايز تفتح البلوتوث يبقى خليه مفتوح، بس نبه اليوزر انه بعد ما يخلص لازم يقفل البلوتوث، او هنروح للحل التاني ان انت عايز تقفلها خالص، دي ليها طريقه عن طريق جروب بوليسي هقول لكم بتتعمل ازاي. خلاص هو راجل كاتب اهو، تيرن بلوتوث انليس ابروفد باي اورجانيزيشن، يعني انت دلوقتي هتقفل البلوتوث، تمام، انليس الاورجانيزيشن او الناس عندك في المنظمه سامحين لك تفتحه، خلاص. وبيقول لك لو سامحين لك تفتحه يبقى في ظروف محدده تخلص بيها حاجتك وتقفله، خلاص كده. فبالتالي ده من ضمن الحاجات برضو اللي الراجل بيقول لك عليها، عشان برضو البلوتوث ده ممكن يتم اختراقه، ما فيش اي مشكله، واخدين بالكم. فبالتالي انا بالنسبه لي لا، لازم ان انا اخد بالي في حته البلوتوث دي تماما، هل اقفله ولا افتحه. طيب خلاص الراجل اهو كاتب لي وبيقول لي، خلينا بقى نشوف هنا ازاي انا همشي. طبعا الحته دي بسيطه يا جماعه، ازاي ان احنا نقفل البلوتوث، هنقفلها عن طريق جروب بولسي معينه. طب نقفلها ازاي، ثواني كده اهو، ديسيبل بلوتوث ثرو جي بي او، خلاص. طبعا البلوتوث مش الواي فاي، يعني عشان بس الامانه تبقى العمليه واضحه، هنمشي حاجه بسيطه كده، هننزل الراجل كاتب منين، لو نزلنا حاجه بسيطه تحت دي، طبعا يا جماعه موقع اسمه سبايس ووركس بيجيب حاجات حلوه قوي، يعني انا جايب منه شويه حاجات تحفه. خلاص هتيجي تعمل ايه دلوقتي، عايز تقفل البلوتوث، هتروح على جروب بوليسي كمبيوتر كونفيجريشن ويندوز سيتنج سيستم سيرفيس، وتقفل البلوتوث سيرفيس او خدمه البلوتوث. البلوتوث عشان يقوم على الجهاز لازم يكون في برنامج او خدمه على ويندوز اسمها بلوتوث سيرفيس، لو دي مش قايمه البلوتوث مش هيشتغل، خلاص كده. طيب هتخش على سيستم سيرفيسز وتقول له لو سمحت اعمل لي ديسيبل للبلوتوث سيرفيس، خلاص كده. دي طريقه، وفي طريقه ثانيه برضه هوريها لكم، دي طريقه ان انت تعملها عن طريق ايه، الجروب بوليسي، خلاص كده، ده لو انت عايز تقفلها خالص.
خلاص كده هنشوف بتتعمل ازاي. هنشوف دلوقتي هتعمل الكلام ده ازاي. تعملها عن طريق ان انا اروح على ادي جروب بولسي اهو، وبعدين افتح. بصوا يا جماعه هنفتح الادمنستريتيف، لا انا ممكن نرجع حاجه بسيطه ادمنستريتيف وبعدين سيستم. اعتقدش من هنا، لا بص عايزين نرجع حاجه بسيطه كمان، لا مش من السيستم، هوريكم بتتجاب منين. السيستم سيرفيسز دي ما بتتجابش من الادمنستريتيف تمبلتس. هتقفلها خالص تمام، وهتفتح الويندوز تمام، وبعدين هنفتح سكيورتي. ده طبعا على مستوى الدومين. خلاص هنفتح السكيورتي سيتنج، الراجل بيكتب اهو. اهو في حاجه اسمها هيعمل ديسيبل لايه. بصوا بقى هنعمل ديسيبل للبلوتوث اند وايرلس اوتو كونفيج سيرفيس. في خدمه اسمها بلوتوث اوتو كونفيج، وحاجه اسمها وايرلس اوتو كونفيج. طبعا الوايرلس دي ليها علاقه بالبلوتوث، ليها علاقه بالواي فاي، والبلوتوث ليها علاقه بالبلوتوث تمام. ف هتقفل الخدمه اللي اسمها بلوتوث اوتو كونفيج ووايرلس اوتو كونفيج. ده لو عايز تقفل بلوتوث والواي فاي. خلاص نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. نفتح سكيورتي اهو الناحيه دي كده، سكيورتي من هنا اهو، مش من هنا طبعا، من هنا اهو. خلاص ماشي. وبعدين هنفتح حته السيستم سيرفيسز ونقول له اقفل لي الخدمتين اللي قلنا عليهم. دي طريقه. في طريقه ثانيه بقى ان احنا نعملها عن طريق ايه، عن طريق ان احنا نروح في طريقه ثانيه هوريها لكم. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل ايه، هروح رايحين. بصوا يا جماعه هنعمل اهو، هنروح على البريفرنسز تمام، وهروح على الكنترول بانل سيتنج، وبعدين سيرفيسز. خلاص كده خدمات. وبعدين نقول له لو سمحت اقفل لي الخدمه الفلانيه، هنقول له رايت كليك. بصوا دلوقتي هنعمل ايه، رايت كليك واقفل الخدمه اللي اسمها بلوتوث والوايرلس. خلاص كده. ده ببساطه يا اما عن طريق السيستم سيرفيسز، يا اما عن طريق الحته بتاعه الكنترول بانل سيتنج تحت البريفرنسز هنا. اهو هنعمل اقول له سيرفيسز، ونقول له لو سمحت رايت كليك واعمل لي سيرفيس ثانيه، او اقفل لي السيرفيس بتاعه البلوتوث. خلاص كده. دي طريقه ان انت تقفلها، رايت كليك اهو وتقول له يعمل لي نيو سيرفيس. خلاص كده. وهتختار مين، هنا بيجيب لك كل الخدمات نوت تشينج. هنا بيقول لك ايه لو سمحت، اعمل ايه بقى في الخدمه دي. الخدمه دي قول له اعمل لها مثلا ديسيبل. هنختار مثلا دلوقتي، بصوا دي كل الخدمات اللي موجوده على ايه، على الجهاز. في واحده منهم اسمها ايه، بصوا في واحده اسمها، لو رجعنا حاجه بسيطه هوريها لكم بس نوصل الاول. في حاجه اسمها بلوتوث، فين اهو بلوتوث، فين اهو بلوتوث سبورت سيرفيس. دي هسلكت واقول له لو سمحت اعمل لها ديسيبل. هختار السيرفيس دي واقول له لو سمحت اعمل لها ديسيبل. واوديو جيت واي دي لو انت عايز تحط السماعه بلوتوث. اني anyway احنا هنقفل السيرفيس دي، هنقول له اختار لي السيرفيس دي واعمل لها ديسيبل. ماشي، هنختار السيرفيس دي نقول له اعمل لها ديسيبل. خلاص السيرفيس بتاعت البلوتوث ونقول له ديسيبل. هنختارها، وبعد ما نختارها هنروح رايحين بدل ما اقول له نو تشينج نقول له ديسيبل. خلاص يبقى الراجل كده باختصار شديد الخدمه هيتعمل لها ديسيبل. خلاص مش هعرف يشغل البلوتوث. خلاص اهي بلوتوث اهي، مش دي طبعا بلوتوث سبورت سيرفيس تمام. هنختارها خلاص. بعد ما تختارها هتقول له ستارت اب، يعني ايه هيبقى نوعها ايه، هتقوم ازاي. بدل نو تشينج دي تقول له ايه لو سمحت ان انا عايزها ديسيبلد بدل نو تشينج. هيبقى في لسته في منها ديسيبلد او واتس ايفر. خلاص فهنقول له هنا ايه بدل نو تشينج اقول له ديسيبل، اقفلها لي الخدمه دي. دي الطريقه ان انا اقفل بيها البلوتوث. فعندنا طريقتين وريتها لكم، دي التوصيه او التوصيتين اللي ورا بعض، اللي انا يا اما اقفل البلوتوث، يا اما لو مش هقفله يبقى لازم بعد اليوزر ما يخلص ان انا ايه، ان انا اخليه يقفل. وفي حاجه ثانيه، في سيتنج او في خصائص في البلوتوث اقول له لو سمحت لو موبايل حاول يكونكت على اللابتوب بلوتوث، او اي حاجه حاولت تكونكت على اللابتوب بلوتوث اديني تحذير، مش تحذير، قول لي ان في حد بيحاول يكونكت عليك دلوقتي. ماشي، دي مهمه جدا. خلاص هنشوف بقى مكانها فين. في ودي على فكره اعتقد انا ما عملتهاش، دي مفتوحه باي ديفولت، يعني انت لو عندك بلوتوث ومتسطب هتلاقيه اوريدي اوتوماتيك الاوبشن ده موجود. هنشوف بيجاب منين برضه. طيب هنيجي بلوتوث، هنفتح بلوتوث وبعدين مور بلوتوث اوبشنز، ونشوف حته alert me when a bluetooth device wants to connect. يقول لي لو سمحت حذرني لو في اي جهاز عليه خدمه البلوتوث عايز يكونكت عليا، عايز يبعت لي، عايز يعمل لي تمام. هنشوف هنفتح كده ونقول له ادي البلوتوث اهو open setting تمام. ده طبعا عندي فين، عندي على اللابتوب. هنشوف بقى القصه دي، هتفتح اللابتوب او تفتح السيتنج بتاعه البلوتوث وتشوف. طيب هنفتح بلوتوث اند اذر ديفايسز اللي هو ده، خلاص اهو ده كده، ونفتح
more Bluetooth options ونشوف هنا اهو alert me when a Bluetooth device wants to connect. خلاص يبقى كده انا راجل في السيف سايد، الراجل محطوط دلوقتي انه اي حد يحاول يكونكت عليا يديني تحذير اهو. خلاص كده. طيب نيجي بعد كده للي بعده. هنا بقى بيقول لك ايه، حته مهمه جدا، بيقول لك لو سمحت اي اكونت لوكال ادمنستريتور او دومين ادمن ادمنستريتور ما تخط لو هتستعمله على المكنه على ويندوز 10 ما تدخلش انترنت. خلاص كده هو راجل بيقول لك ايه، لو سمحت هتخش على المكنه بلوكال ادمنستريتور او هتخش على المكنه بدومين ادمن اكونت خلاص، او ايا كان اي يوزر له صلاحيات ادمنستريتور، وهي طبعا ما فيش غير اللوكال ادمنستريتور والدومين ادمن. الدومين ادمن سيطرنا عليها وخلاص ظبطنا الدنيا. اللوكال ادمنستريتور بقى لما يدخل على المكنه لو سمحت ما تخشش بيه على الانترنت او على اي ابلكيشن او اي برامج بتطلع على الانترنت، زي مثلا الويب براوزرز، زي مثلا ايه، زي الايدج، زي الكروم، زي الفايرفوكس، زي الايميل. يعني مثلا على سبيل المثال ما تعملش تخش باللوكال ادمنستريتور وتسطب عليه ايميل، او تخش باللوكال ادمنستريتور وتخش تطلع بيه على الانترنت. طب ليه؟ عشان ما تسرقش، عشان الابلكيشنز دي لو الهاكر عمل عليك هاك هيعرف يعمل هاك، لو عرف يعمل اختراق مثلا للبراوزر او اختراق للايميل ممكن ان هو يقدر يعرف الباسورد دي. طب اعمل ايه؟ انا راجل دلوقتي داخل مثلا على سبيل المثال عايز اعالج مشكله على جهاز، قلنا هنخش باللوكال ادمنستريتور مفيش مشكله. المشكله اللي الخاصه باللوكال ادمنستريتور او اللي انا المشكله اللي على الجهاز، مثلا واحد بيقول لي مثلا انا مش عارف اشوف الموقع الفلاني، خلاص يا باشا زي الفل، انا كونكت عليه ريموتلي او خش عليه عن بعد باليوزر بتاعه هو وابص ايه المشكله. طيب افرض قال لي اكتشفت ان انا لازم اخش لوكال ادمنستريتور عشان اعالج المشكله دي، خلاص يا باشا اعمل لوج اوف من اليوزر العادي ده وخش باللوكال ادمنستريتور وعالج المشكله بس من غير ما تطلع انترنت. حبيت تست افرض ان المشكله دي علاقه بالانترنت، خش عالج المشكله واطلع بره من اليوزر، اطلع بره من اللوكال يوزر ادمنستريتور ده او اليوزر اللي اسمه لوكال ادمنستريتور، اطلع بيه بره اعمل لوج اوف ودخل اليوزر خليه يجرب باليوزر نيم بتاعه. الفكره ان انت ما تستعملش اليوزر اللوكال ادمنستريتور اكونت ونطلع انترنت، دي الفكره. تاني مشكله ما، واحد يوزر جاي بيقول لك مثلا انا عندي مشكله في ان الموقع الفلاني مش عارف اشوفه، هتروح فاتح ريموت ديسكتوب او مش فاتح ريموت ديسكتوب، في ادوات زي الديم وير او الحاجات دي، تفتح كده وتبص تشوف اليوزر المشكله بتاعته ايه. دخلت بصيت مثلا الموقع ده مش عارف يدخل عليه، تروح عامل لوج اوف من اليوزر بتاع اليوزر ده وتخش باليوزر بتاعك انت اللوكال ادمنستريتور على المكنه وتعالج المشكله. خلاص خلصت، اعمل لوج اوف من اليوزر ادمنستريتور ودخل اليوزر تاني باليوزر بتاعه وخليه يشوف الانترنت اشتغلت ولا لا، ماشي، ما تجربش باليوزر بتاعك. خلاص كده، دي من ضمن برضو التوصيات اللي الراجل قال عليها ان انت، وكنا عملنا الكلام ده بالمناسبه يا جماعه في الباو لو تفتكروا، في الباو احنا محددين ان مفيش اي يوزر يطلع من المكنه دي على الانترنت الا الايزر ادمنستريتورز، يعني انا سامح لليوزر اللي يقعد على المكنه دي ان هو يطلع على الايزر بورتال يشوف يعالج مشاكل، ودول الايزر ادمنستريتورز، انما مش سامح لاي حد تاني. وبالمناسبه ممكن برضو ان انا عن طريق الفاير وول اتحكم ايه اللي اليوزر ده يشوفه، يعني مثلا على سبيل المثال ممكن اخلي اعمل عن طريق الفورت جيت او السوفوس ان اللوكال ادمنستريتور ما يطلعش انترنت، ببساطه خالص مفيش اي مشكله خالص، او اللوكال ادمنستريتور يطلع مواقع محدده انا محددها. وعلى فكره بالمناسبه برضه دي مش حل، ممكن برضه المواقع دي الا اذا كانت مواقع متامنه تمام، يعني موقع داخلي جوه الشركه او حاجه فانت متوقع تماما انه مش هيحصل اختراق للموقع ده، انما ايا كان الصح ان اللوكال ادمنستريتور ما يخشش انترنت. خلاص كده، ولا الدومين ادمن حتى. خلاص كده، فبالتالي احنا ماشيين اهو تمام وزي الفل. بيقول لك الاستثناء الوحيد من حاجه زي كده بعض الادوات اللي انت بتستعملها في ان انت تعالج مشاكل. الادوات دي لازم تكون بتستعمل بروتوكول اسمه HTTPS. بعض الادوات، في بعض الادوات لازم تطلع انترنت عشان تعرف ان انت تعالج بيها مشاكل، يعني انت عندك اداه معينه عايز تستعملها عشان تعالج مشكله على الجهاز، الاداه دي لازم تطلع الانترنت تشوف حاجه معينه او تجيب حاجه معينه. خلاص، الاستثناء الوحيد لازم تكون الادوات دي بتستعمل بروتوكول اسمه HTTPS. خلاص، البروتوكول ده بيامن الاتصال مع المواقع، يعني المواقع اللي HTTPS اختراقها او فرصه اختراقها اصلا. خلاص، فالراجل بيتكلم اهو، الراجل كاتب الموضوع بيقول لك exception include HTTPS based tools that use for administration of the local system services or attached devices. خلاص، يعني الراجل بمنتهى البساطة كده بيقول لك لو سمحت ما تطلعش باليوزر بتاعك انترنت اللي هو اللوكال ادمنستريتور باستثناء بعض الأدوات، ولازم تكون بتستعمل HTTPS. الراجل كاتب بمنتهى البساطة اهو.
الراجل حتى بيقول اهو ان الويب براوزرز ممكن يترن عليهم كودز او يترن عليهم شويه برمجه يقدر ان هو يسرق الاكونت ببساطه يعني. خلاص كده. فبالتالي احنا مش هنحط نفسنا في موضوع زي ده. خلاص. بس احنا مالناش دعوه بالحكايه دي. فممكن نتحكم من عن طريق الفاير وول او نتحكم ان احنا ما ندخلش اليوزر ده خالص انترنت بان احنا نحط بروكسي مثلا زي ما عملنا في الباو او ما احسن لنا بقى ما يدخلش خالص بالنسبه لي اسهل يعني عشان برضو اوفر على نفسي. عايز تخش انترنت يبقى بيوزر عادي ملوش اي صلاحيات. عشان كده انت كاي تي ليك يوزر يخش على الاكتف دايركتوري وليك يوزر يخش لوكال ادمنستريتور عالج المكن. وافضل بقى كمان ان انت لو راجل مثلا عايز تستقبل ايميلز او تخش انترنت يعمل لك يوزر كمان، يبقى اليوزر ده اللي هو يخش يشوف انترنت وبتاع بس من غير مشاكل يعني، او يخش يشوف انترنت عادي جدا من غير اي حاجه. انا عارف ان ده بيكتر اليوزرات بس يا جماعه ده للتامين. الاكتف دايركتوري يخش على الاكتف دايركتوري بس، اللوكال ادمنستريتور يعالج مشاكل المكن انترنالي بس وما يطلعش انترنت. اليوزر الثالث بقى ده ممكن ان انت تطلع بيه انترنت عادي لو عايز بقى تستقبل ايميلز او ايا كان. في ناس كتير بتستصعب العمليه دي بس انا شايف انها مفيده جدا. خلاص. طيب نيجي هنا الراجل كاتب حاجه بيقول non persistence VM should not exceed 24 hours. بمعنى في حاجه اسمها virtual desktop، حاجه اسمها فيديو اي. يعني مش هتكلم قوي في السوليوشن ده لان هو حاجه عامله زي ايه، زي ان انت بتجيب مكنه. خلاص كده. والمكنه دي الديسك توب بتاعها بكل سلطاتها بابا غنوجها بتبقى بتجيبها من على سيرفر. خلاص يعني الراجل بيفتح السيستم كله بيتحمل بكل برامجه وكل حاجه من على سيرفر، يعني مش من لوكال على الهارد ديسك اللي على المكنه، ده اسمه فيرتشوال ديسك توب. المهم هو الراجل هنا بيقول ايه، ان انت مفروض ان فيرتشوال ديسك توب ده لو انت دلته او عملت له ريفرش او لوج اوف لازم الاتصال مع السيرفر يترمينيت في خلال 24 ساعه. يعني على سبيل المثال انت مثلا دلوقتي فتحت مكانتك اول ما فتحتها راحت رايحه على السيرفر حملت الفيرتشوال ديسكتوب ده. خلاص. لاي سبب من الاسباب عملت لوج اوف. خلاص. لازم اول ما تعمل لوج اوف الاتصال مع السيرفر ده يتقطع في خلال 24 ساعه. طب افرض دلتها برضه لازم اتصال مع السيرفر يتدلت في خلال 24 ساعه. خلاص كده. This would ensure any data stored on the VM is not encrypted or covered by credential guard is deleted. Anyway هو بيقول لك يا جماعه لو عندك فيرتشوال ديسكتوب لازم انه الاتصال مع السيرفر اللي هو عليه الفيرتشوال ديسكتوب ده يترمينيت او يتفصل في خلال 24 ساعه. في حاله لو عملت لوج اوف من المكنه او عملت او سبتها لمده معينه 24 ساعه ما دخلتش عليها او دلت المكنه دي بالكامل. خلاص كده. طبعا انا مش شغال بالقصه دي فما يهمنيش قوي ان انا اقوله، بس هيتقالت يعني جزئيه اتقالت من ضمن ايه التوصيات اللي الراجل بيشرحها هنا. خلاص هي بوز هنا بس. خلاص احنا ما عندناش الكايه دي هنا اهو. هنا الراجل كاتب ايه، هنا بيقول لك التوصيه اللي بعديها اللوك اوت ديوريشن كونفيجر تو 15 مينتس اور جريتر. يعني ايه؟ لو انا جيت دلوقتي دخلت على مكنه وعايز اخش عليها بالاكتف دايركتوري يوزر اكونت بتاعي، كتبت الباسورد مره غلط، الثانيه غلط، الثالثه غلط، الاكونت يتقفل ما اقدرش ادخل عليه. خلاص اليوزر بتاعي يتقفل زي ما بتقفل اكونت على الفيسبوك بتاعك مثلا او ايا كان. كتبت الباسورد غلط ثلاث مرات الراجل بيقفل لك الاكونت، ما تعرفش تدخل على الجهاز بالاكونت ده. طيب هو هنا بيقول لك ان انت ممكن تستنى 15 دقيقه والاكونت يتفتح وترجع تجرب تاني عليه، تجرب الباسورد بتاعك تاني عليه. طيب انا عندي في النتورك مش حاطط 15 دقيقه، حاطط صفر. يعني ايه صفر؟ يعني الاكونت لما يتقفل ما يتفتحش من نفسه. على يعني سبيل المثال افرض ان انا عاملها 15 دقيقه، يبقى الراجل هيجرب 3 4 مرات لحد ما الاكونت يتقفل، يصبر 15 دقيقه ويرجع يجرب تاني، الاكونت يتفتح ويرجع يجرب تاني. لا في حالتنا دي انا هخليها صفر. صفر يعني ايه؟ الاكونت ما يتقفل ما يتفتحش غير لما ترجع للاي تي هو اللي يفتحه لك. خلاص كده. وده هو الراجل بيقول لك بقى ايه، ان انت عندك يا اما تعملها 15 دقيقه يا اما تعملها صفر، وصفر تعتبر اقوى. هو الراجل كاتب تحت ولو لقاه اقل من 15 دقيقه ده يعتبر سكيورتي يعني ما ينفعش او ممكن ياخدها نقطه. طيب نيجي نبص في الديفولت دومين بوليسي. لو بصينا هنيجي في الديفولت دومين بوليسي في الحته بتاعتنا اهي، هنشوف حته الاكونت لوك اوت دي بعد قد ايه، او يقفل الاكونت بعد قد ايه، ونشوف هيقفلها بعد كم محاوله خاطئه. يعني هنيجي مثلا دلوقتي اهو في الويندوز سيتنج، وبعدين نيجي في السكيورتي، وبعدين نيجي في اللوكال اكونتس، نيجي في الحته او الاكونت بوليسي، نيجي في الاكونت لوك اوت. هنا بيقول لك ايه، صفر. صفر هنا يعني لما الاكونت يتقفل لازم انا افتحه له.
ممكن تخليها 15، انا افضل انها تبقى صفر. طيب امتى الاكونت يتقفل؟ بعد 6 مرات يحاول يحط الباسورد غلط، تمام كده؟ طيب وامتى يعمل ريسيت لللوك ده؟ يعني دلوقتي خلاص، انا دلوقتي خلاص في حاجه اسمها اكونت لوك اوت كاونتر، يعني بيعد عليك كم مره. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال ممكن نقول ايه، مثلا اكونت اتقفل مره خلاص كده، فيعد الكاونتر ده ان الاكونت اتقفل مره، اتقفل كمان مره يبقى الاكونت اتقفل مرتين، الاكونت مثلا مش عارف اتقفل 3 مرات يسجل انه كتب 3 مرات. هنا لو تلاحظ انا كاتب 9999، لان انا عايز احافظ على الكاونتر ده، عايز اعرف الاكونت ده اتعمل له لوك كم مره، فانا مش عايز ان هو يشيل الحكايه دي، انا عايزه يفضل محتفظ بالحكايه دي خلاص، انا مش عايزه يريست الاكونت. عشان تلاحظ انا كاتبها 9999، يعني كان بقى اعتقد عدد كبير قوي من عدد كبير قوي من الوقت، عشان عايز احتفظ بالكاونتر ده، عايز اعرف الاكونت ده اتعمل له لوك كم مره خلاص كده. طيب يبقى هنا الاكونت ديوريشن، لوك اوت ديوريشن، ان هو يفتح لما يعني لما يقفل او يتعمل له لوك اوت او يتقفل، الاي تي هو اللي يفتحه بايده خلاص، لان ممكن يكون هاكر بيحاول، افرض بقى ان هاكر ايه مثلا عارف ان انت عاملها 15 دقيقه، فهيقعد يحاول بقى لحد ما ايه ما تيجي معاه اول 15 دقيقه يحاول على الاكونت ويتقفل ماشي، وبعد كده بعد 15 دقيقه يحاول تاني ويحاول تالت ويحاول رابع، وهو انت مش عارف بقى ومش موجود في المكان والبورصه دي موجوده، انما الصح ان انا اخليها صفر عشان لما يتقفل ما اعرفش يفتحه، لازم ارجع انا كاي تي ابص بقى الاكونت ده اتقفل، اسال اليوزر يا يوزر انت بتعمل الكلام ده، انت بتكتب الاكونت بتاعك وبتحاول تفتح الاجهزة؟ يقول لك لا يا باشا انا في اجازه، مين اللي بيكتب الاكونت؟ تعرف ان في هاكر خلاص كده. وفي نفس الوقت زي ما بيقول نحافظ على فكره الاكونت ده اتعمل له لوك كام مره، عن طريق ان انا اخلي الاكونت لوك اوت كاونتر ثابت معايا ماشي كده. فدينا شفنا هنا بيقول لك صفر مثلا دي كويسه، نشوف اللي بعديها، نشوف ايه اللي جاي بعد كده. نيجي مثلا بعد كده اهو الجزئيه الخاصه باللوك اوت، قلنا 15 دقيقه، الراجل كاتب اكسكلودنج زيرو، اهو زيرو بيقول لك لا. وليه زيرو؟ زيرو لانه ريكوايرنج ادمنستريتور تو انلوك ذا اكونت، ذيس از مور ريستريكتيف اند از نوت فايندنج، يعني هنا دي تعتبر اقوى من 15 دقيقه. طب هو ليه مديك 15 دقيقه؟ طب ما كان قال زيرو. والله في بعض الناس مش متواجدين، في بعض البروبرتيز اليوزر او الادمنستريتور مش متواجد بشكل كامل في المكان، فبالتالي او عارفين ان مثلا في مشاكل كتير بتحصل. وعلى فكره يا جماعه اليوزرز بينسوا كتير قوي، وفي ناس كتير قوي بتكتب الباسوردات لما بتكون كبيره كمان ممكن اليوزرات يغلطوا فيها خلاص كده، ف الموضوع ممكن يحصل يعني. انما انا رايي الشخصي الصفر هي الاقوى الاوقع، لو انت في مكان يبقى الصفر هي الاحسن خلاص. فخلينا نشوف ونكمل الدنيا هتوصل لفين. خلاص قلنا صفر ودي اوريدي عملناها، نيجي لحته الصفر. خلاص الراجل قلنا صفر موجوده تمام. طيب الاكونت يقفل بعد قد ايه؟ انه صفر خلاص، الاكونت يقفل بعد 3 محاولات. هو هنا انا كان عاملها 6، الراجل بيقول لك لا مش 6، تخليها 3، تخليها اقل. طبعا ما اديش الهاكر 6 فرص، لا هي 3 فرص ويقفل على صباعه خلاص كده. فبرضه تقليل محاولات الهاكر ان هو يحاول ان هو يفتح الاكونت دي برضه كويسه، بحيث ما ادلوش فرصه خلاص كده. 3 اهو 3 اور ليس، يعني يا سلام بقى كمان لو تبقى اقل من 3. هو راجل قايل لك 3، عايز تخليها 2 ماشي، بس انا بفترض ان اليوزر ممكن يغلط، انا مش هاكر بقى، ممكن اليوزر يغلط مره الثانيه الثالثه، اوقع ان هو ممكن ينجح في المرحله الثالثه، فادي له 3 فرص. يعني اعتقد دي حاله يعني احصائيه، ما اعرفش هل هي ماشيه ولا لا. المهم هنعمل الكلام ده. زيرو ان اكسبتبل، يعني ايه زيرو؟ يعني لو عمل اي محاولات الى ما لا نهايه، ممكن يقعد يجرب في الاكونت لحد الى ما لا نهايه خلاص كده، لحد الى ما لا نهايه، يعني الاكونت مش هيقفل باختصار، عملتها صفر مش هيقفل، ودي مهمه جدا. ان اكسبتبل صح خلاص كده. طيب the period of time before bad login counter is reset must be configured to 15 minutes. نلاحظ انه ان هو قال ان الاكونت هيتفتح بعد 15 دقيقه، وان الكاونتر بتاع الباد لوجن هيتريست بعد 15 دقيقه. انا لا افضل ذلك زي ما بيقول، لانه هيترست في ساعتها، لا انا عايز ان انا اخلي محتفظ بالهيستوري او بتاريخ الاكونتس اللي اتعمل لها لوك، عايز اعرف كام واحد او كام اكونت اتعمل لهم لوك اوت، فمش عايز ادلت الكاونتر سيت ده او الكاونتر بتاع الحكايه دي. كاونتر يعني ايه يا جماعه؟ الاكونت يقفل ادي مره، الاكونت يقفل كمان مره ادي 2، الاكونت يقفل ادي 3، بيعد كم مره الاكونت اتقفل خلاص. فانا مش هقفله او مش هخليه 15 دقيقه، هخليه مده اطول اهو 9 9 9 9 9 خلاص اهو.
9999. خلاص كده يبقى كبيرة قوي، ودي يعني من ضمن الحاجات ايه التوصيات اللي يمكن هو هنا ما ذكرهاش. خلاص كده هو هنا بيقول 15 دقيقة، انا بقول لك لا خليها 9 3 ساعات او 5 ساعات. طيب احنا لحد دلوقتي الموضوع ده كويس، كل ده في السكيورتي او بيصب في مصلحة السكيورتي. نيجي نشوف بقى ايه بعد كده كمان المطلوب. ورا جينا بيقول لك ان انت مفروض انه ريسيت تو زيرو، the smaller the value is the less effective the account lockout feature will be protecting the local system. ايا كان يعني انا بقول لكم القصة ماشية فين، فاحنا كده خلاص عملنا الجزئية دي. نيجي بقى كمان للتوصية اللي بعديها، password history must be configured to 24 password remember. يعني دلوقتي انت عملت باسورد خلاص وحطيتها لليوزر بتاعك، السيستم بيفتكرها، تيجي تعمل باسورد تانية السيستم يفتكرها، تيجي تعمل باسورد تالتة السيستم يفتكرها، يفضل فاكر كام باسورد؟ 24 باسورد. ليه بيفتكر الباسوردات؟ عشان ما تعملش نفس الباسورد مرتين. يعني مثلا انا عملت باسورد اول مرة سميتها مثلا 1 2 3، ما جيش تاني مرة اعملها هي هي، مش هيقبل. او اعمل ايه؟ اعمل اول مرة 1 2 3، وتاني مرة اعمل 1 2 3 4، وتالت مرة اعمل 1 2 3 تاني، لا ما يقبلش. يفضل فاكر لك كل 24 باسورد، اخر 24 باسورد انت عملتهم تمام، وما يخلكش تكررهم تاني. بعد ال 24 ممكن بقى، يعني ممكن مثلا قعدت انا عملت 1 2 3، فضلت شغال باسوردات 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 لحد الباسورد 24، ال 25 ممكن يرجع بقى يقبل لك 1 2 3، لانه هينسى كده ساعتها خلاص. فبالتالي دي مهمة جدا. هنا الراجل بيقول لك ان دي قيمة مناسبة، يعني اصل خد بالكوا ما حدش فينا ممكن يقعد يعني يعمل 24 باسورد مختلفين، صعب قوي، مش صعب قوي، عشان افتكرها هختار حاجة سهلة يعني تمام كده، وممكن اكرر الباسورد او ما لقاش باسوردات في الاخر. فبالتالي 24 هو ده المناسب بالنسبة له خلاص. انا اعملها 13. بيقول لك لو لقى اقل من 24 يبقى معنى كده ان ده يعتبر ايه نقطة بتتاخد عليك خلاص كده. فبالتالي نروح ونشوف دلوقتي القصة كلها، الراجل كاتب 24 باسورد. خدوا بالكم ده كل ده يا جماعة الديفولت دومين بوليسي دي بتطبق على سيرفرات وايه ويوزرز خلاص، على سيرفرات على سيرفرات وورك ستيشنز، يعني على السيرفرات على الدومين كنترولر وعلى السيرفرات وعلى الورك ستيشنز ويندوز 10. هنا نقول انفورس باسورد هيستوري اهو 13، لا عايزها اكتر 24 خلاص كده. طيب الراجل كاتب 13 اهو، طب نيجي للي بعده انا هغيرها دي حاجة. نيجي للي بعديها الماكسيمم باسورد ايج، يعني ايه؟ يعني الباسورد تفضل معاك شغالة لمدة 60 يوم، بعد ال60 يوم لازم تغيرها. دي الماكسيمم باسورد ايج. باسورد ايج ايه المينيمم باسورد ايج؟ عكسها، انا جيت دلوقتي حطيت باسورد خلاص، وبعدين اكتشفت ان انا عايز اغيرها او دي مش مناسبة لي عايز اغيرها تاني، لازم اقعد يوم كامل. يعني مش هعرف اغير، انا دلوقتي عملت باسورد للباسورد او عملت يوزر بتاعي عملت له باسورد، مش هقدر اغيرها قبل يوم تمام، ولازم اغيرها بعد 60 يوم. خلاص كده وضحت الفرق. ماكسيمم باسورد ايج يعني الباسورد تفضل قاعده معاك مده قد ايه؟ 60 يوم، بعد ال 60 يوم لازم تغير الباسورد دي. طيب افرض ان انا عملت باسورد وعايز اغيرها دلوقتي، يعني عملت واحده وبعدين رجعت في كلامي وعايز اعملها واحده ثانيه، ما ينفعش، لازم تستنى يوم. خلاص انا عاملها مثلا صفر، صفر دي يعني ايه؟ يعني ممكن تغيرها زي ما انت عايز، عملتها دلوقتي ومزاجك جاب تجيب حاجه تانية ممكن تغيرها، بس هو الراجل بيقول لك يوم عشان اليوزر برده ما يتعودش على فكره ان هو يحط باسورد ويغيرها كتير، هو يعمل واحده ويركز تمام كده. طيب يبقى المينيمم او ماكسيمم باسورد ايج 60 يوم، المينيمم زي ما بنقول اللي هو الوقت اللي مسموح له ان اليوزر يفضل شغال بالباسورد دي قد ايه؟ خلاص يقعد بيها يوم، لازم عشان يغيرها لازم يستنى يوم، انما بعد 60 يوم لازم يغيرها بشكل، ما ينفعش الاكونت حتى مش هيتفتح غير بعد ما تغيره خلاص، بعد ما تغير الباسورد دي. فهروح على الماكسيمم باسورد ايج كام هنا؟ 90، يبقى لازم نغيرها خلاص كده. والمينيمم باسورد ايج هنخليها صفر هنا، يعني ممكن يغيرها ايميديتلي. لاحظ هنا يا جماعه بيقول لك ايه؟ باسورد كان بي تشينجد ايميديتلي، يعني ممكن تحط باسورد وعايز ترجع فيها ممكن تعملها في نفس اللحظه تغيرها تاني، ده لو انا عاملها زيرو. انما لو عملتها واحد يبقى الراجل مش عارف يغير الباسورد بتاعته غير بعد يوم على الاقل. طيب نقول الباسورد تقعد معاك كام يوم على الاكتر؟ 60 يوم. وتقعد معاك كام يوم على الاقل؟ يوم. ماشي كده اكثر واقل. نيجي بقى نكمل كده اهو نشوف العمليه. ان الراجل قال لك ايه؟ 60 يوم ده بالنسبه للماكسيمم. طب بالنسبه للمينيمم الراجل هنا كاتب ان المينيمم بتاعنا يبقى صفر، يا سوري المينيمم بتاعنا يبقى يوم.
طيب هنا الراجل كاتب الماكسيمم، خلاص احنا عارفين اوريدي ان انا اعملهم 90، فلازم يتغيروا. خلاص لازم يغير الباسورد او الماكسيمم باسورد. خلاص باسورد ايج المينيمم هيبقى، هنا الراجل كاتب لك يوم، يوم على الاقل يوم. خلاص كده. بس هو هنا بقى، هنا فكرته ايه؟ هو هنا الراجل شارح ليه خلاها واحد ما خلاها صفر. الراجل هنا كاتب بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه بس خليني بس نرجع كده حاجه بسيطه واقول لكم هنا الراجل بيتكلم في ايه. طيب هو ماشي، وهنا الراجل بيتكلم على ايه؟ ماشي خلاص هنرجع لها بعدين اعتقد. ثواني كده ممكن ارجع لكم حاجه بسيطه ونرجع كده كمان، نرجع at least one day. هنا الراجل بيقول this enable users to effectively negate the purpose of meditating periodic password changes. المهم يعني الراجل بيتكلم على انه مش عايز اليوزر يقعد يغير الباسوردات بتاعته عمال على بطال. خلاص كده. طيب نيجي للي بعديها، الحته بقى الباسورد نفسها تكون قد ايه. ماشي، الباسورد نفسها تكون قد ايه؟ الباسورد نفسها تكون 14 كاركتر. يعني ايه 14 كاركتر؟ يعني 14 حرف، 14 رقم، 14 حرف ورقم، 14 حرف ورقم وشويه سبيشال كاركتر زي الشباك او نجمه، الحاجات دي. خلاص كده. طيب ده ال 14 طبعا دي تبقى طويله جدا، باسورد طويله قوي. بس هو الراجل بيقول لك عشان كل ما زاد حجم الباسورد كل ما الموضوع بقى صعب جدا ان الهاكر يقدر يعرفه، يعني يقدر يخترق الباسورد ام 4 دي بسهوله، ام 7 اصعب، ام 14 مستحيل او هياخد وقت طويل قوي. خلاص كده. ف 7 انا ممكن نزودها ازيد شويه نخليها 14. خلاص كده. طيب اللي بعده، في حاجه اسمها باسورد كومبلكستي. يعني ايه باسورد كومبلكستي؟ يعني الباسورد يبقى ليها مواصفات معينه. احنا مش قلنا الباسورد 14 كاركتر؟ طيب طب ما انا ممكن اعمل 14 حرف، او ممكن اعمل 14 رقم، او ممكن اعمل 14 حرف ورقم، وممكن اعمل 14 حرف ورقم وسبيشال كاركترز. مين فيهم هيمشي؟ الصح، الصح ان الباسورد تكون، الباسورد عباره عن حروف وارقام وكابيتال لتر وسمول لتر و سبيشال كاركترز زي نجم وبتاع دي. طيب لو انا قلت له الباسورد 14 كاركتر ووقفت كده، انا مش بحدد له كده، انا بقول له اعمل اللي انت عايزه. عايز تخليها 14 حرف ماشي، عايز تعملها 14 رقم ماشي، اللي انت عايزه. انما لما افتح الباسورد كومبلكستي، لا هنا بقى في شويه شروط للباسورد لازم تتم. ايه هي الشروط دي؟ نشوفها مع بعض. في حاجه اسمها باسورد كومبلكستي، نيجي هنا اهو كده نكتب الباسورد او ويندوز باسورد كومبلكستي. خلاص نشوف هنا القصه دي ايه. طيب نيجي للباسورد كومبلكستي. طيب ايه الباسورد كومبلكستي هنا؟ بصوا بقى الباسورد كومبلكستي هنا بيقول ايه. الباسورد كومبلكستي بتاعت الويندوز، انا خلي بس نيجي هنا شويه اهو، الكومبلكستي بتاعتنا ايه بقى؟ الكومبلكستي بتاعت الباسوردات هنا، بص يا سيدي. اولا اول حاجه مفروض ان الباسورد بتاعتك ما تحتويش اسمك. يعني على سبيل المثال انا عملت يوزر اسمه كريم، ما احطش الباسورد بتاعتي كريم. هو الراجل بيقول لك كده، خلاص كده ما اعملش الكلام ده. خلاص. او ان انا مثلا ايه، انا مثلا انتوا عارفين انا لما بعمل يوزر في الاكتف دايركتوري بقول اليوزر نيم كريم، الفول نيم اسمي الثلاثي كذا كذا كذا، برضو الباسورد بتاعتك ما يحتويش جزء منها من اسمك الثلاثي. خلاص كده. ادي حاجه الباسورد لازم تحتوي على ايه بقى كالاتي. حروف كبيره ايه يعني اللي هو كاب لوكس، عارفين ايه الزد، حلو، او حروف صغيره ايه الزد، او ارقام من 0 لـ 9، او نون الفابيتيكال كاركترز يعني ايه زي ات ونجمه واشاره والكلام من ده، بيصعب العمليه اكتر. خلاص كده. يبقى دلوقتي احنا الباسورد بتاعتنا ما ينفعش انها تكون شبه اليوزر نيم بتاعنا او حتى جزء من الاسم الثلاثي بتاعنا، ولازم تكون عباره عن حروف كبيره وصغيره، لازم يكون فيهم الاثنين كبيره وصغيره، وارقام وسبيشال كاركترز او نون الفابيتيكال كاركترز. خلاص كده. ده بيخلي بقى ايه الباسورد بتاعتك قويه جدا. خلاص كده. صعب جدا ان هاكر يقدر ان هو يستنتج كل التفاصيل دي كلها. طيب ده انا بفعلها ازاي؟ انا جيت دلوقتي قلت له ماشي يا عم انا هعمل باسورد اللينس بتاعها او الحجم بتاعها 14 كاركتر. لو ما فعلتش الباسورد كومبلكستي يبقى كده انا بقول له اعملها زي ما انت عايز، اعملها 14 حرف 14 رقم. لا، انما لما افعل دي اللي هي الباسورد كومبلكستي هتنطبق عليه الشروط دي اللي هي دي اللي انا قايل عليها مع الشروط اللي فوق، اللي فكره انه ما يبقاش اليوزر نيم ده حتى من ضمن قوه الكلام ولا حتى او يعني هقول لك على حاجه. انت مثلا اليوزر بتاعك اسمه كريم، خلاص، وبعدين عايز تعمل باسورد تاخد كي اي،
اول حرفين من اسمك برضو ما يقبلش. بس كده فالراجل هنا يعني واضح وصريح في الحكاية دي بشكل ان انت ما تحطش اليوزر نيم كجزء من الباسورد. خلاص كده؟ طيب الراجل كده يا عم مخلص الموضوع وتمام التمام. هنفعل بقى الخاصية دي على كل الدومين، على السيرفرات وعلى الكمبيوترات العادية. فنروح على الجروب بوليسي ونشوف الموضوع ده ننفذه. هنعمل باسورد بوليسي. باسورد ماست ميت كومبلكستي ريكويرمنتس. اهو انيبلد. الراجل تمام وزي الفل. تمام كده؟ طيب نيجي برضو للاوبشن اللي بعده. الاوبشن اللي بعده في حتة ايه؟ في جزئية اسمها ريفرس باسورد انكريبشن. ده نوع من انواع تشفير الباسوردات، وده نوع قديم ونوع مش امان. فهنا الراجل بيقول لك ايه، لو استعملت الطريقة دي عشان تشفر الباسورد بتاعتك، زي انت كده بالظبط زي كأنك حطت الباسورد بتاعتك على العلن، كأنها مفتوحة، كأنها ظهر. فهنا بيقول لك ما ينفعش ان انت تفعل الاوبشن ده. طب هو كان سايبه ليه او عمله ليه؟ غالبا كان في سيستم زمان التشفير بتاعها كان، او كان ساعتها كان التشفير كان ده يعتبر قوي في وقته، بس مع الوقت بقى ضعيف، فبيقول لك اقفله. وفي بعض السيستمز القديمه بتحتاج النوع ده من الانكريبشن او الطريقه دي في التشفير. فالمهم الراجل بيقول لك اقفلها خالص الاوبشن ده، هنقفله خلاص. هو بيقول لك ايه، essentially as storing clear text versions of the password. يعني لو استعملت الحكايه دي زي كانك الباسورد بتاعتك مفتوحه، مش معموله انكريبشن ولا حاجه، يعني وجوده زي عدمه من الاخر. خلاص ديسيبل. هنيجي كده اهو، ادي خلاص عملنا ديسيبل. طيب نيجي للي بعده، سيستم. هنيجي نعمل ايه بقى؟ نيجي كل الخطوات اللي جايه دي كلها ليها علاقه بالاوديت. اوديت يعني ايه؟ ان انا احنا قلنا انه اي حاجه بتحصل في الويندوز بتتسجل في كتاب اسمه الايفنت فيور، سواء على المكن العادي او سواء على السيرفرات او سواء على دومين كنترولر. طيب انا عايز اسجل في الكتاب ده حاجات معينه، عايز اراقب حاجات معينه. خلاص كده؟ منها على سبيل المثال اليوزر وهو داخل على المكنه نجح في ان هو يدخل ولا لا. حاجه اسمها كريدنتال فاليديشن فيلير. يعني ايه؟ انا جيت دلوقتي على مكنه الويندوز 10 دي، خلاص دخلت يوزر نيم وباسورد غلط، انا عايز السيستم يسجل المحاوله دي. طب افرض انا كتبت يوزر نيم وباسورد صح، انا عايز السيستم يسجل المحاوله دي. حاجه اسمها اوديت، تحقيق. انا عايز يتحقق من او يكتب كل حاجه ليها علاقه باليوزر. طب دي مفيده في ايه؟ مفيده في طبعا ان انا لو حبيت اعرف في يوزر دخل الساعه كام على المكنه اعرف، ودخل نجح ولا ما نجحش، لان لو ما نجحش ممكن يكون هاكر، ولو نجح يبقى يوزر عندي. دي خاصيه لازم افعلها، حاجه اسمها اوديت. دي هنفعل خاصيه اسمها الاوديت. بعد ما افعل الخاصيه دي ممكن بعد كده اراقب حاجات كتير جدا على المكنه، اراقب اليوزرات اللي دخلت واللي خرجت، اراقب دخول يوزر على فولدرات معينه على فايل سيرفر، اراقب دخل على المكنه امتى وعمل لوج اوف امتى. كل الكلام ده كله هنعمله. طب نعمله ازاي ونفعله ازاي؟ هنخش نفعله عن طريق جروب بولسي. هنعمل جروب بولسي نقول لو سمحت افتح لي خاصيه التحقق من دخول اليوزر على المكن او خروجهم، تمام، عن طريق الاوبشن ده. طيب خدوا بالكم حاجه زي كده بتعمل لوجات كتير، يعني هتعمل الايفنت فيور عندك هيتملي لوجات، فخد بالك من الحكايه دي وانت بتعملها. اعمل حسابك ان هيبقى اللوجات كتير، ولازم تعمل حسابك ان اللوجات دي تتدلت باستمرار، يعني بحجمها حجم محدد تتدلت باستمرار عشان يرجع يفضي ويملى تاني، يفضي ويملى تاني. خلاص كده؟ طيب نشوف الكريدنتال فاليديشن. الراجل اهو بيقول ريليتد تو تيست اون كريدنتلز فور يوزر اكونت لوجن. خلاص الراجل هتخش. طب اولا ازاي اعرف ان الخاصيه دي متفعله عندي في الشبكه؟ هروح رايح على اي مكنه واكتب الامر ده واشوف هل انا متفعل عندي ولا لا. طيب قلنا عشان افعل الحته اللي هي اكونت لوجن ده، اللي انا افعل خاصيه ان انا اسجل كل ما له علاقه بدخول اليوزر على المكنه، لازم ابقى في جروب بولسي مفعل خاصيه معينه. يعني احنا هنعمل حاجتين، هنروح على جروب بولسي نقول له لو سمحت سجل لي دخول وخروج اليوزرز على كل المكن، وفي نفس الوقت هفعل اوبشن تاني هيساعدني. هو اسمه كده، اسمه فورس اوديت بوليسي سب كاتيجوري سيتنج. انا مش فاهم ده عباره عن ايه، بس احنا هنعمل جروب بوليسي نفعل فيها الاثنين دول. بعد ما نفعل الاثنين دول كده اي مكنه هيتسجل في الايفنت فيور بتاعها مين اليوزر اللي دخل ومين اليوزر اللي خرج طيب انا دلوقتي ما اعرفش الكلام ده، انا راجل داخل على شبكه اول مره وعايز اعرف هم مفعلين الاوبشن ده ولا لا. اروح كاتب الامر ده في الكوماند برومبت واشوف هل هو فعلا عامله ولا لا. نشوف الدنيا دي رايحه فين وجايه منين، ازاي نبص عليها. الاول عايزين نتشيك نشوف، هنروح على الكوماند برومبت، هروح على المكنه عندي دلوقتي واكتب الامر ده واشوف هل هو فعلا عنده الخاصيه دي ولا لا. ونبص بالحته كريدنتال فاليديشن، دي الحته المهمه. نروح فاتحين كده
اهو رايت كليك ونقول ران نكتب سي ام دي وندوس انتر بعدين نكتب الامر ده بس نشيل علامه الدوت والسلاش دي ونشوف. طيب نلاحظ هنا ده كله ما له علاقه بالاودت. اودت يعني ايه؟ راقب. خلاص نبص هنا اكونت لوجن مفيش ولا واحده شغاله. نو اوديتنج نو اوديتنج نو اوديتنج نو اوديتنج. انا يهمني كريدنتال فاليديشن دي عايز افعلها. خلاص خلاص انا هنا مش متفعل الحكايه دي فيبقى لازم ان انا اروح عن طريق جروب بوليسي افعل الخاصيه دي. ماشي كده؟ هفعل الخاصيه دي مع اوبشن تاني. خلاص مع اوبشن تاني خلاص كده اللي هو الاوبشن التاني ده اللي هو ايه هقول لكم عليه. يعني هنفتح جروب بولسي خلاص كده هنفعل الخاصيه اللي اسمها كريدنتال فاليديشن تمام وهنفعل خاصيه ثانيه. ماشي خلاص نو اوديتنج او كريدنتال فاليديشن مفيش ولا واحد من دول مراقبه. كل ده كل الحاجات دي يعني مثلا لوجن ولوج اوف ممكن اراقب دخول وخروج اليوزر. خدوا بالكم دي عكس ان انا اتاكد ان اليوزر باسورد بتاعته سليمه ولا لا. حاجه اسمها كريدنتال فاليديشن دي انا براقب اليوزر فعلا الباسورد بتاعته صح ولا غلط. انما هنا انا براقب دخول وخروج دخول وخروج. راجل عنده باسورد صح دخل الساعه كام، عنده باسورد صح خرج الساعه كام، الاكونت عمل لوك اوت امتى، يعني الاكونت كم مره الراجل غير حاول يحط الباسورد واتقفل امتى الساعه كام. كل الكلام ده كله مهم وهنشوف ان الكلام ده ممكن كله يتفتح بس كله ده بيزود في اللوجات. فلازم ان انت تعمل حسابك ان المكنه يكون عليها مساحه حلوه وفي نفس الوقت اللوجات تتدلت اول باول. هنفعل خاصيه معينه جوه الاكتف جوه الجروب بوليسي وهنفعل الخاصيه دي في السكيورتي اوبشنز في الويندوز سيتنج. هنفعل حاجه اسمها اوديت فورس اوديت بوليسي سب كاتيجوري سيتنج دي مهمه جدا. تو اوفر رايد اوديت بوليسي كاتيجوري سيتنج انا ما اعرفش بتاعت ايه بالمناسبه يعني بس اعملوها كده اعملوها انيبل. يعني هنفعل ده وهنفعل اوبشن ثاني في الاوديت حاجه اسمها اكونت لوجن كريدنتال فاليديشن فيلير. هنشوفها ازاي يعني ما تقلقوش هنشوفها ازاي. خلينا ندخل دلوقتي نفعل الخاصيه دي. نخش نفعلها اهو الراجل اهو. هنخش على الكمبيوتر كونفيجريشن سكيورتي ويندوز سيتنج سكيورتي سيتنج ادفانس اوديت بوليسي خلاص سيستم اوديت بوليسي اكونت لوجن نفعل دي اللي هي كريدنتال فاليديشن والفيلير. فيلير يعني اذا راجل حط يوزر نيم وباسورد وفشل وما دخلش سجلها لي خلاص كده. ده الاوبشن الاولاني خلاص من الكمبيوتر كونفيجريشن ويندوز سيتنج سكيورتي سيتنج كذا كذا كذا. طب الاوبشن اللي اسمه اوديت فورس كذا كذا هيبقى كمبيوتر كونفيجريشن ويندوز سيتنج في حته اسمها سكيورتي سيتنج خلاص هتلاقي حاجه اسمها اوديت هنا خلاص. المهم خلينا نكمل. اهم حاجه يا جماعه دي ما تنسوهاش دي مهمه خلاص. هنفتح دلوقتي ونشوف الموضوع ده هنفعله ازاي. اهو الراجل اهو هنا بيقول لك ايه كريدنتال فاليديشن ريكوردز ريليتد تو فاليديشن تيست اون كريدنتالز فور ا يوزر اكونت لوجن. بيتاكد اليوزر نيم والباسورد دول يرجع يسال اكتف دايركتوري اكتف دايركتوري الباسوردين دول صحاح ولا سلام ويتاكد ويشوف الموضوع اخباره ايه. طيب احنا كده عملنا دي نيجي بقى نكمل ونشوف احنا هنفعل الفيلير. خدوا بالكم يا جماعه الاوديت فيه حاجتين نجاح وفشل. يعني اذا الخطوه نجحت سجلها اذا الخطوه فشلت سجلها. في حالات بنبقى عايزين نجاح الحاله فبنسجلها وفي حالات بنبقى محتاجين فشل الحاله زي ما هاكر مثلا يحط باسورد وما تنجحش وفي حالات بنحتاج الاثنين ده او ده. يعني الهاكر نجح او فشل محتاج اعرف الاثنين دول خلاص كده. اوديت اهو هنيجي فين في الحته بتاعت مش اللوج اوف هنيجي في الحته بتاعت حاجه اسمها اكونت حته اسمها اكونت لوجن اهي دي خلاص حاجه اسمها اوديت كريدنتال فاليديشن خلاص كده. ودي كنت اتكلمت عليها في كوفيد 19 لاب كنت مفعل الخاصيه دي. يعني هنيجي ناحيه حته اكونت لوجن اهي دي كده اهو حته اوديت كريدنتال فاليديشن. عايز تعرف دي بتتكلم على ايه شوف الاكسبلانيشن التفسير هنا اهو الراجل هنا كاتب بيقول لك ايه اهو بيقول لك انه لو فعلتها على الدومين كنترولر الفوليوم يبقى هاي هيبقى فيه لوجات كتير خلاص كده. فخد بالك دايما تخلي الايفنت لوج يدلت على طول باستمرار ويبقى حجمه معين يعني خلاص. على الكلاينتس العاديه بيبقى نو اوديتنج مش متفعل يعني. اغلب الاوقات مش متفعل. لو على السيرفرات متفعل يعني لاحظ هو الراجل كاتب لك هنا فوليوم اون هو اعتقد مفعله على الدومين كنترولرز اوتوماتيك بس نتاكد من دي. ديفولت على الكلاينتس مش مفعلها على السيرفرات غير الدومين كنترولر مفعلها غالبا ده الشكل يعني خلاص. المهم خلاص الراجل شارح لك القصه هنا هتقول انا عايز اعملها ايه فيلير خلاص. وهنشوف التوصيه اللي بعديها يقول لك اعمل السكسس كمان يعني واخد بالك اهو هنا اوديت
هنعمل success credential validation success. التانية كانت failure خلاص، يعني failure و success، سواء نجح سواء فشل خلاص كده. دي عملناها سواء نجح سواء فشل، ببساطة نجح او فشل خلاص كده، الموضوع بسيط. نيجي للي بعده. تمام، system must be configured to audit account management security group management success. يعني ايه؟ اي جروب، خدوا بالكم يا جماعه، اللي قبليها اللي هي اودت لوجن دي، اليوزرات اللي على الدومين دخلت على المكنه، او اليوزرات اللوكال اللي دخلت على المكنه خلاص كده. طيب الاكونت مانجمنت دي الجروبات، عايزه يراقب الجروبات اللي اتكريتت على الاكتف دايركتوري، او الجروبات اللي اتكريتت لوكال، مش الاثنين. عايز اعرف دلوقتي في عندي راجل اي تي مثلا، عايز اشوف الراجل ده مثلا عمل ايه، دخل كاريت جروب، عايز اعرف كاريتها الساعه كام، او دخل شال جروب، اعرف شالها الساعه كام، او غير فيها الساعه كام، غير في اعضاء الجروب دي، شال واحد من اليوزرات من جروب الاكاونتنج مثلا، عايز اعرف. فكل الكلام ده كله برضه هعمل له اوديت منين؟ من السكيورتي، او هفعل اوبشن اسمه اوديت اكاونت مانجمنت سكيورتي جروب مانجمنت. خلاص حته اسمها سكيورتي جروب، بالذات الجروبات خلاص. هفعل، هخش على الاكونت مانجمنت، واخش على حته اسمها سكيورتي جروب مانجمنت، وافعل حاجه اسمها اوديت سكسس، يعني نجاح. طب افرض واحد حاول يكريت جروب وفشل، مش محتاج اعرفها قوي يعني، دي مش مهمه خلاص، لان غالبا ممكن يكون، بس يعني الهاكر اللي هيخش اساسا وصل ان هو يعمل جروب، ما اعتقدش ان هتبقى ايه يعني. هو راجل كاتب عايزك ان انت تفعل ايه، تفعل السكسس مش الفيلير. هنشوف دلوقتي اهو، خش كده اهو، اعتقد هي بوزد هنا، اه لسه بوزد برضو اهي. خلاص الراجل هنا بيقول لك ايه، هنا ملاحظ ان هو ايه، راجل بيراقب تقريبا معظم ايه حاجه، يبقى عندك ريكورد كامل، او عندك تفاصيل كامله عن كل حاجه بتحصل. في ناس كتير قوي كانت بتسال في منتديات، عايز اعرف اليوزر دخل الساعه كام، عايز اعرف يوزر عمل ايه، عايز اعرف دخل على انهي فولدر، كل الكلام ده مهم ركزوا فيه. فالمهم خلاص، طيب دي مش هنعملها على الديفولت دومين بولسي، ان الديفولت دومين بولسي دي على الكل، انا عايز اطبقها على المكن، لان زي ما بنقول اللوجات كل ما بتزيد على السيرفرات برضو بتبقى زياده. انت وحظك، عايز تعملها على الديفولت دومين بوليسي يعني سيرفرات وورك ستيشنز ماشي، عايز تنفذها على المكن بس برضو ماشي خلاص كده. هنيجي على الويندوز سيتنج اهو، ونفعل الخاصيه، هنيجي نفتح سكيورتي سيتنج، وبعدين ننزل تحت في الحته بتاعه ادفانس اوديت بوليسي كونفيجريشن، وبعدين نفتح الاوديت، وبعدين نفتح الحته بتاعه الاكونت مانجمنت اهي، اكونت مانجمنت، ونفتح حته السكيورتي جروب، نفتح وبص عليها. خلاص هنفتح هنا اكونت مانجمنت، وبعدين في حته الايه السكيورتي اهي جروب مانجمنت الحته دي خلاص. دي بالنسبه للجروبات لوكال او على الدومين، وهنا هو عايزها سكسس. ممكن بقى نعملها لليوزرز مش للجروب بس خلاص كده. هنيجي للي بعده، هو الراجل بيقول لك ايه، عشان كده هو عملها سكسس للجروب بس، انما لليوزرز هيعملها نجاح وفشل. انا عايز اعرف الاي تي عارف يكريت يوزر نجح فيه ولا ما نجحش خلاص، واذا نجح يتسجل، واذا فشل يتسجل خلاص كده. هيبقى انا هنروح بقى ايه، خلاص بتاعت الجروبات عملناها خلاص. نيجي بقى للجزئيه الخاصه باليوزرز، دي جروبات، هنقفل كده ونروح على اليوزرز، حاجه اسمها ايه يوزر اكاونت مانجمنت اهي. هنا لو سمحت سجل لي النجاح والفشل، عرف يكريت يوزر ولا لا، عرف يشيل يوزر ولا لا خلاص. اه الحته دي برضو هنفعل، هنا هنفعل النجاح والفشل، في الجروبات هنفعل النجاح بس، معرفش ليه يعني، بس هو راجل كاتب. هنا بقى بيقول لك غير الجروب، هنا بقى راجل بيتكلم بحاجه بسيطه، او هنا بيقول لك ايه، اليوزر كريته، غيره، دلته، عمل له رينيم، غير اسمه، عمل له ديسيبل، قفله، عمل له انيبل، شوف كل تفاصيل اليوزر بيسجلها لك. فدي مفيده جدا في مراجعه الاشياء، ان انا اقدر اراجع، واهم حاجه اللوجات دي ابقى انا ايه دايما عندي منها نسخه ومسيبها بره خلاص كده. هنا راجل بيقول لك اوديت يوزر اكاونتس نجح او فشل، يعني نجح في ان هو كاريت يوزر ولا فشل خلاص كده. ونيجي بقى لحته مهمه قوي 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 قوي، انا دلوقتي قلنا ان انا على كل الورك ستيشنز اللي عليها ويندوز 10 انا هقفل اليو اس بي والدي في دي للناس كلها خلاص كده، وهسيبها لناس معينه، المديرين مثلا عندهم لابتوبات، الراجل مثلا مدير العام معاه لابتوب، فانا هفتح له اليو اس بي. طيب انا عايز اراقب
ايه اللي حصل دلوقتي؟ نفترض مثلا ان الراجل اللابتوب بتاعه ده اخد بيه مؤتمر ومدير عام مسافر بيه، وبعدين لسبب ما ساب اللابتوب ده لوحده، حد راح حاطط فلاشه معينه وسرق حاجه من عليه. خلاص، هنا انا بفعل خاصيه اسمها ديتيلد تراكينج بي ام بي، بلاج اند بلاي ديفايسز. بعمل ايه؟ بيكتب في اللوج، اللوج بتاع المكنه دي، اليو اس بي الفلانيه اتحطت الساعه كام. خلاص كده، هنا انا براقب، ممكن يكون يو اس بي، ممكن يكون هارد ديسك، ايا كان. هنا انا براقب كل ما له علاقه بالبلاج اند بلاي ديفايسز. بلاج اند بلاي ديفايسز دي ايه؟ ممكن تكون يو اس بي، ممكن تكون هارد ديسك، ممكن يكون تليفون، ممكن يكون اي حاجه ثانيه. فهو هنا بيراقب كل ده، ودي مهمه جدا جدا جدا. والسكسس النجاح، ممكن بقى ايه نعمل نجاح وفشل؟ يعني ايه؟ يعني مثلا الراجل حط فلاشه ونجح ان هو يحطها على الجهاز، او حط فلاشه وفشل. خلاص كده. وفي اغلب الاحوال يا جماعه انا شايف انه فكره ان فتح اليو اس بي دي لازم تكون في اضيق الحدود، لازم تكون في اضيق الحدود. المهم هو الراجل هنا بيقول لك عشان برضو ايه تراقب الدنيا. خلاص، هنا اسمها بي ام بي اكتيفيتي. هنا الراجل بيقول لك اهو ريكورد ايفنتس ريليتد تو سكسسفل كونكشن اوف اكسترنال ديفايسز. اكسترنال ديفايسز دي يعني ايه؟ هاردات خارجيه او يو اس بي او ايا كان، او حتى تليفون. او بلاج اند بلاي ده يشمل، على فكره ممكن ده يشمل ايه؟ يشمل ماوس، يشمل كاميرا، اي حاجه، اي حاجه بلاج اند بلاي يعني بتتحط وبتشتغل بيسموه. خلاص، او ديتيلد تراكينج اهو، هنفتح بي ام بي ده. خلاص كده، هنقول له سكسس وفيلير الاثنين، يعني انت عايز الاثنين. خلاص كده، فطبعا دي حلوه جدا جدا. بس اهم حاجه يا جماعه برضو خدوا بالكم ان اللوجات هنا هتزيد قوي، فلازم يبقى الموضوع ده معمول بشكل مظبوط. نيجي بقى للحته اللي بعديها، في حته اسمها System must be configured to audit detailed tracking process creation success. دي بقى واسعة قوي وكتيرة قوي. دي علاقة بايه؟ كل حركة بتتعمل على السيستم، تمام، هو بيسجلها لك. process creation دي يعني مثلا على سبيل المثال حبيت اعمل شت داون للجهاز، بيتسجل. حبيت ان انا افتح ملف، بيتسجل. حبيت ان انا اي process، يعني اي حركة، اي حاجه، يعني احنا بنقول بشكل البلدي كده اي حركه. طبعا دي تبقى فظيعه، يعني انت تخيل انت بتسجل كل حاجه تقريبا، فدي ممكن تاخد لوجات كتير قوي قوي. انا ما اعرفش طبعا حاجه زي كده هتعمل لوجات قد ايه، بس هو الراجل بيقول لك اعمل بقى بروسيس كرييشن سكسس. يعني ايه بروسيس كرييشن سكسس؟ مثلا برنامج الادوب عشان يفتح، مثلا، او مثلا برنامج الادوب راح مكاريت ملف، او مثلا الويندوز كريتت ملف، او الويندوز عملت حاجة، او الويندوز شالت ملف، او اي علاقة بالبروسس. خلاص، وسكسس نجاح سجلها. دي طبعا يعني حاجة كبيرة قوي قوي. انا بصراحة بالامانة مش عارف هل ده فعلا ينفع ولا لا. هو راجل بيقول بروسس كرييشن، ده على حد علمي البسيط قوي في الفهم، حتة البروسس دي يعني ايه عملية. والعمليات في الويندوز كتير، يعني ممكن تكون عملية قفل جهاز، فتح جهاز، شيلان ملف، فتحان ملف، تزويد، ايا كان بقى، ما يعني انا معرفش. دي ده ترجمتي لمسألة البروسس. خلاص كده، هو الراجل بيقولك ازاي ان انت تفعلها. برضو هتروح وتفعل الخاصية بتاعت audit process creation وتقول له success. خلاص كده، في واحدة لها علاقة بالباور شيل. اي حاجة بتكتب في الباور شيل، اي كوماند بتكتب في الباور شيل بيسجلها، ودي برضو اهم عشان لو الهاكر حب ان هو يعمل حاجة عن طريق الباور شيل تسجل. طيب، نيجي هنا بقى للحتة التانية. System must configure to audit login and log off account lookout failures. يعني ايه؟ اسجل الاكونتات اللي اتقفلت، اللي فشلت. يعني ايه؟ مثلا انا جيت دلوقتي حطيت باسورد مرة واثنين وثلاثة، الاكونت قفل، اسجل الحكاية دي. ماشي؟ بتتجاب منين؟ من اللوجن او لوج اوف، الاوبشن في الاوديت لوجن لوج اوف، واعلم على الاكونت لوك اوت فيليرز دي، يسجل الفيلير يعني الفشل. طب هو في اكونت لوك اوت نجاح؟ لا، مفيش طبعا نجاح، هي فشل، لان هي اصلا يعني فشل. الاكونت لوك اوت يعني الاكونت اتقفل. طيب، نروح نفتح ونقول له اكونت لوك اوت فيلير. خلاص، يعني ما اعتقدش ان فيها يعني سكسس، ما اعرفش طبعا، يعني بس صعب قوي ان يبقى فيها سكسس. يعني ايه اكونت لوك اوت سكسس؟ مش فاهم. المهم نفتح ايه؟ مش، لا مش دي، هي اسماء اكونت اوديت اكونت لوك اوت. خلاص كده، اكونت لوك اوت هي دي بس، وسجل الفيلير بس. هو راجل كاتب كده، واعتقد هيقول لك سكسس. انا مش عارف سكسس منين بالامانه، بس يعني اهو هنا الراجل بيقول لك ليه بتعمل الحكايه دي؟ عشان تتاكد ان ميسلينيوس لوجن اتبس، يعني تتاكد في هاكر بيحاول يكونكت على الجهاز وانت مش عارف. يعني ما صحته ان انا اجرب الاكونت مثلا اكتر من مره صعبه.
خب اكتر من مره اجرب 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 وافشل، معنى كده ان يا اما انا يوزر بقى مش فاهم، يا اما انا هاكر وبحاول اهاك. المهم نيجي للي بعده، جروب ممبر شيب سكسس. ايه جروب ممبر شيب سكسس دي؟ هنا بيقول انها ليها علاقه بجروب ممبر شيب اوف ا يوزر لوجن توكن. اللي فهمته من هنا اللي هو له علاقه بانه الجروبات ليها علاقة ان هو بيراقب اليوزر، واليوزر ده جروب يعني عضو في اني جروب بيراقبه. ما اعرفش بقى الحتة دي معناها ايه. record information related to group membership of a user login token بيتكلم على هنا ممكن اكون انا فهمت الحتة دي، ان هو بيقول لك اليوزر ده عضو في اني جروب، بيراقب العضوية بتاعة اليوزر، بيسجل عضوية اليوزر. انا دلوقتي عايز اعرف يوزر دخل على المكان، عايز اعرف عضويته من اني جروبات، هو هنا بيسجلها، بيروح يشوف اليوزر ده عضو في اني جروب ويسجل. اعتقد دي برضو مهمه جدا. المهم خلاص هو بيشوف اهو ريليتد تو ممبر شيب جروب ممبر شيب، عضويه اليوزر خلاص كده. ودي برضو مهمه، عايز اعرف اليوزر ده عضو في جروبات ايه، برضو هنقول له سكسس. اوديت جروب ممبر شيب هنقول له سكسس. نيجي نفتح هنا نقول له سكسس وفيلير، عايز اراقب اشوف. خلاص جروب ممبر شيب سكسس، ما اعرفش بقى طبعا فيلير، خلاص جروب ممبر شيب سكسس. طيب نيجي بعد كده لايه بقى؟ انا عايز اراقب، هو هنا كاتب مين عمل لوج اوف من المكنه، دي مهمه. السكسس يعني نجح ان هو يعمل لوج اوف من المكنه، عايز اسجله وعمل لوجن للمكنه. لوجن للمكنه نجاح او فشل، يعني نجح انه يدخل او ما نجحش. لوج اوف نجاح بس، ان هو عمل لوج اوف بس خلاص كده. ان ما فيش حاجه اسمها فيلير لوج اوف، يعني ما عرفش يعمل لوج اوف، لا هي اللوجن هي اللي ينفع فيها نجاح او فشل. طيب هنسجل اللوج اوف كده يا جماعه، انا تقريبا بسجل كل حاجه، يعني هو فاتح تقريبا معظم الحاجات، اللي هو انا مش عارف طبعا هيجيب مساحه للوجات دي كلها منين. انما انت ممكن تحدد المساحه اللي هتتخزن فيها اللوجات، او هتاخد قد ايه من الهارد ديسك، وفي نفس الوقت ممكن تحدد امتى اللوجات دي تتمسح ويرجع يكتب فيها تاني. خلاص طب احنا قلنا لوجن، بقى هنا لوجن فيليرز، هنا بيقول للراجل يسجل نجاح اللوج اوف ويسجل فشل اللوجن. هيفشل على فكره، هيسجل الاثنين، لوجن نجح او فشل. خلاص كده يعني احنا هنا اوضه لوج اوف، خلاص نيجي هنا للوجن هيسجل نجاح وفشل. انا بقول لك هيسجل نجاح، هتبقى الاولانيه فشل والثانيه نجاح. اهي الراجل بيتكلم على فيلير، عدم نجاح، خلاص كده. طيب نيجي للي بعديها اللي هي هتبقى فشل، اهو لوجن سكسس، سوري نجاح، الثانيه كانت فشل دي نجاح، خلاص كده. طيب ادي كده الراجل بيتكلم بشكل منطقي جدا، خلاص الراجل احنا تقريبا فتحنا معظم الاشياء اهو، لوجن سكسس وفيلير، الراجل كاتب كل التفاصيل. طيب نيجي للي بعده، سبيشال لوجن سكسس. ايه بقى سبيشال لوجن سكسس؟ ان هو هنا بيسجل اليوزرات اللي ليها صلاحيات واسعه على السيستم، ان كان بي يوز تو اليفيت بروسيسز. يعني ايه؟ دلوقتي انا دخلت باللوكال ادمنستريتور، ده بقى لازم يسجله، ده مهم جدا ان ده ادمنستريتور، اي حد له صلاحيات مهمه ادمنستريتف ليبرجز. هل ده له علاقه باللوكال ادمنستريتور بس؟ اعتقد له علاقه برضو بالدومين ادمن، واعتقد له علاقه ببعض الجروبات زي الباور يوزرز، او اللي هي الجروبات اللي ليها صلاحيات على المكنه. هو هنا بيسجلها، الراجل بيقول لك اهو ريكورد سبيشال لوجنز ويتش هاف ادمنستريتف بريفليجز، صلاحيات ادمنستريتور، وممكن تستعمل في ان انت تيليفيت بروسيس، ان انت يعني ان انت تتحكم في حاجات معينه بتتعمل على الجهاز. ايا كان هو هنا بيقول لك هيسجل الكلام ده، فماشي سبيشال، ماشي يا عم هسجلها، ايه المانع يعني، عادي سجل يا حبيبي، مفيش مشكله خالص، سجلها سكسس. خلاص اوديت سبيشال لوجن، وكل ده يا جماعه ممكن نراجعه من الايفنت لوج يعني طبعا. خلاص واحنا انا وريتكم في مره ازاي ان احنا نعمل شكل زي نقسم الايفنت لوج بتاعنا بشكل ظريف، او الايفنت فيور بشكل ظريف، عشان نعرف نراجع الكلام ده كله بدل ما يكون سايح على بعضه. طيب نيجي هنا للحته الثانيه، هنا فايل شير فيليرز، دي بقى حلوه جدا. هنا بيسجل مين اللي دخل على اليوزر، على الفولدرات اللي متشايره على المكنه لوكال، واللي متشايره على الفايل سيرفر، ماشي كده. بس طبعا لازم نفعل الخاصيه دي على المكنه لوكال وعلى الفايل سيرفر، ماشي كده. انا كده عايز اعرف، عشان ناس كتير بتسال، انا عايز اعرف اليوزر دخل على الفولدر ده الساعه كام، او دخل دلت حاجه، عايز اعرف. هي دي اوديت اوبجكت اكسس. الفايل شير فيلير، فيلير يعني فشل، يوزر حب يدخل على فولدر مش بتاعه فيسجله، وطبعا نجاح هنسجل الاثنين يعني. خلاص الراجل هنا كاتب اهو، ومن ضمن الاشياء برضو ان هو حب يدخل على السي. خدوا بالكم انا قلت لكم عشان المكنه اول ما بتشاير، المكنه اول ما بينزل عليها ويندوز بيشاير، خصوصا جوه دومين بيشاير البارتيشن
اللي على او البارتيشنات اللي على الجهاز، وعشان تدخل عليها بتروح كاتب في الران اسم البارتيشن علامه الدولار، والمسموح له يخش على البارتيشن بالطريقه دي هو اللوكال ادمنستريتور، هو هنا بيسجل برضو دخول حاجه زي كده. ماشي؟ طيب نكمل ونشوف ايه القصه. خلاص الراجل كاتب فايل شير سكسس فيلير، وفي سكسس كمان يعني نجح يخش، يعني نجح انه يخش على الفولدر او فشل انه يخش على الفولدر. تمام؟ يا دي يا دي. خلاص ننزل ونكمل تحت ونشوف. يعني كده الراجل اللي عامل تقريبا اللوجن لكل حاجه، يعني ما كانش انا ما اعرفش هو يعني ايه، بس زي ما بنقول دي ممكن نتحكم في حجم اللوج، يبقى حجمه ايه والمساحه اللي هياخدها، حجم اللوج بيوصل لقد ايه والمساحه اللي هياخدها. خلاص احنا قلنا فايل شير فيليرز. خلاص ودي اخر حته هنقف فيها في الفيديو ده، ده الجزء الثالث، ده نهايه الجزء الثالث. الفيديو اللي جاي ان شاء الله، لاحظوا شوفوا البي دي اف كبيره قوي، ده نهايه الجزء الثالث من الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكمل بي دي اف قويه جدا زي ما انتم شايفين، لان عليها تفاصيل كتير قوي، وانا شايف ان احنا انا استفدت بيها شخصيا كتير، سواء الاكتف دايركتوري او سواء ويندوز 10. في اجزاء كانت متنفذه عندي اوريدي، وفي اجزاء ما كانتش متنفذه، في حاجات كانت متنفذه بس محتاجه تطوير وتغيير، وفي حاجات ما كانتش متنفذه اصلا. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات. عايزين يا جماعه نوصل لاكبر عدد ممكن من المشتركين واكبر عدد من ساعات المشاهده، لان دي ماده انا اعتقد والله اعلم انها ماده مفيده. فخلينا يعني نشتغل او ندي دعم للمواد الهادفه، مش لمؤاخذه مثلا الفيديوهات التعبانه او فكره الهزل. خلينا في المواد المهمه، وهي دي يا جماعه اللي نركز فيها اكتر ونديها دعمنا. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.